مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، منورين ومشرفين قناه الاهلي. والنهارده ان شاء الله احتفاليه خاصه للنادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب بيكرم رواد النادي الاهلي ورموزه وكباره، وزي ما انتوا عايزين تقولوا قولوا بقى، يعني احتفاليه خاصه بيعملها كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، وحاجه جديده جدا في برنامج او عائله الكابتن العائله الاهلي اللي حطها الكابتن محمود الخطيب في برنامجه الانتخابي اللي بيبدا يطبقها ان شاء الله او بيطبقها من فتره. ودي كمان الحفله دي النهارده في اطار هذا البرنامج. صباح الفل الاول عليكم كلكم، احلى صباح وانا مع جماهير النادي الاهلي كده في الصباح الجميل النهارده دوت. امبارح كمان عايزين نهني محمد صلاح النجم الكبير بتاعنا قبل ما نبدا في الجو الحلقه بتاعنا، عايزين نهنيه بتعليه او تربعه على قائمه هدافي الدوري الانجليزي، 28 هدف. محمد صلاح رفع راسنا كلنا فرحانين بيه جدا، ان شاء الله صلاح مزيد من الانتصارات والفرحه. محمد صلاح احرز 4 اهداف امبارح، حاجه جميله جدا، وعمل اسيست الهدف الخامس كمان، حاجه جميله جدا، يعني 4 اهداف واسيست، حاجه جميله جدا. رفع راسنا، ودايما المصريين كلهم ورا محمد صلاح ودعواتهم باينه قوي في محمد صلاح. برضو غصب عني كده، يعني ابعد شويه عن جو الحفله لغايه لما ان شاء الله نبداها باذن الله. برضو الناس بتحتفل امبارح محمد صلاح، وبقول لك يعني محمد صلاح مفرحنا كلنا بالرغم من ان فيه مشاكل في مصر ومشاكل بين انديه كبيره. النادي الاهلي يا جماعه باكد وبعيد وبزيد، النادي الاهلي عمره ما بيصدر مشاكل لحد، النادي الاهلي هو اللي بيستقبل المشاكل. النادي الاهلي بصفته هو دايما متربع على عرش افريقيا، هو دايما متربع في كل حاجه، هو دايما اللي رافع، مش عايز اقول راس مصر، رفع راس جماهيره على الاقل، ورفع راس مصر ومشرفها محليا وافريقيا وعالميا كمان. هو دايما قدره ان هو بيتلقى دايما مشاكل، فاحنا ما بنصدرش مشاكل. النادي الاهلي والله العظيم ما كان طرف في مشكله، وبفكركم بنعيد ونزيد، وانا مش عايز اتكلم في الموضوع، لكن الموضوع بيفرض نفسه ان احنا نتكلم فيه. انا للاسف لقيت نجوم كبيره بيتكلموا ان محمد صلاح مشرفنا بالرغم، يعني خلينا بقى ننسى اللي بيحصل في مصر وخلينا نركز مع محمد صلاح. محمد صلاح طبعا نجم كبير جدا وكلنا بنفتخر بيه، لكن النادي الاهلي ما عندوش اي مشكله خالص مع اي حد. النادي الاهلي هو اللي بيجي له مشاكل، والنادي الاهلي بيرد على المشاكل وبيرد عليها بمنتهى البساطه، بمنتهى الثقه، بمنتهى الموضوعيه، بمنتهى الحياديه، بمنتهى الشفافيه للناس كلها. لكن النادي الاهلي ما صدرش مشاكل، يعني مش عايزين نقعد بقى نفكر ونعيد ونزيد. النادي الاهلي حافظ على لعيبه او على لعيبته، ما عملش اي مشكله. النادي الاهلي ما راحش جاب لعيب واداله فلوس واللعيب متعاقد، النادي الاهلي ما عملش كده. النادي الاهلي لما لقى كده حتى ما ردش، النادي الاهلي رد واقعي جدا جدا، ان انا عندي لعيب بتاعي، لعيب بتاعي. فانا مش عايز اخرج عن الموضوع، لكن الموضوع بيفرض نفسه عليا ان انا لازم اتكلم فيه. النادي الاهلي حافظ على لعيبه، النادي الاهلي كان لعيب ماضي معاه اصلا لسه عقده ما خلصش، النادي الاهلي مدد له عقده، النادي الاهلي ما ردش على اي حاجه. كابتن محمود الخطيب لم يلتفت الى مثل هذه التفاهات، وانا اسف انا بقول تفاهات لان فعلا كابتن محمود الخطيب ما ردش على اي تفاهات من اللي اتقالت خالص، ولا هيرد. كابتن محمود الخطيب عارف ان هو قيمه كبيره جدا، وعارف ان هو قامه كبيره جدا، وعارف ان هو بيمثل نادي عريق جدا، وعارف ان هو بيمثل جماهير كبيره جدا، عارف المسؤوليه وعارف حجمها، وهو كمان كشخص ونجم كبير جدا واسطوره من اساطير كره القدم في مصر وفي العالم العربي وفي العالم كله، عارف هو بيعمل ايه. فعشان كده احنا ما بنردش، احنا ما بنصدرش مشاكل. بقول للنجوم الكبار اللي كتبت على تويتر او على الفيسبوك بتاعها او على صفحتها، النادي الاهلي ما كانش سبب او طرف في اي مشكله باي صفه من الصفات او باي شكل من الاشكال. النادي الاهلي نادي عارف هو بيعمل ايه، نادي واثق من نفسه، مفيش اي حاجه خالص ولا اي مشكله. الجديد بقى واللي طالع علينا، يعني مش عايز ابقى حد في كلامي، لكن ناس غريبه جدا، ناس غريبه جدا طالعه تتكلم عن النادي الاهلي، ناس غريبه جدا طالعه بتتكلم على رموز النادي الاهلي. ما ينفعش، ما ينفعش خالص. احنا لو جينا نتكلم مش هنلاقي اساسا محل مقارنه يعني. فلو سمحتوا الناس اشباه الاعلاميين، لو سمحتوا ما تتكلموش عن النادي الاهلي خالص، واحترموا جماهيره. الجمهور انا بالنسبه لي الجمهور خط احمر لاي نادي، نادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي الاسماعيلي، لان الجمهور هو الوحيد اللي مش مستفيد باي حاجه غير انه جمهور بيشجع حاجه، بيحب حاجه. فلو سمحتوا ما تجوش ناحيه الجماهير باي شكل من الاشكال، ما تقعدوش تستفزوا في الجماهير. احنا بنهزر، احنا بنضحك، احنا لكن في الاول وفي الاخر كل الجماهير حاجه واحده جدا، هم اللي بيشرفوا، هم اللي بيرفعوا اسم اللاعب، هم اللي بيرفعوا اسم النادي، وهم السند للنادي وللعيب. فلو سمحتوا يا جماعه ابعدوا عن الجماهير خالص، وعايزين بقى تتصيطوا، عايزين تشتهروا، ابعدوا كمان عن النادي الاهلي. ده كان كلامي
للناس اللي طلعت تخبط او تتكلم على النادي الاهلي. نرجع بقى لعائله النادي الاهلي والاحتفاليه اللي عملها كابتن محمود الخطيب النهارده وبيدي درس الوفاء من دروس الاخلاص كل حاجه زي ما انتم عايزين تقولوا قولوا. بصراحه حاجه جميله جدا كابتن محمود الخطيب بيعملها، بيكرم رواد النادي الاهلي ورموزه واساطيره وناس تعبوا واشتغلوا في النادي الاهلي وافنوا حياتهم فيه، عشان كده بيكرمهم النهارده كابتن محمود الخطيب في برنامجه عائله الاهلي. كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة حطوا أربع بنود أو أربع معايير لتكريم هؤلاء النجوم. المعيار الأول أنه يتخطى 75 عام، أنه يشتغل في نادي الأهلي أو يشتغل في نادي الأهلي فترة لا تقل عن 10 سنوات سواء في الإدارة أو في التدريب. المعيار الثالث معيار أنه لسه دلوقتي أو لسه أو خلص أو أنهى حياته في النادي الأهلي. والمعيار الأخير انه لم يرتبط بالنادي الاهلي الى هذه اللحظه، يعني ما بيشتغلش في النادي الاهلي الى هذه اللحظه، لكن طبعا كلهم مرتبطين بالنادي الاهلي فعليا بقلبهم قبل عملهم. وحاجه جميله جدا، حاجه تحسب لكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته انه يكرم مثل هؤلاء النجوم. ايضا ان شاء الله النهارده الاعلان عن المشاريع اللي بتقام وستقام في، مش عايز اقول فروع، عايز اقول مقرات النادي الاهلي، لان ما فيش فروع النادي الاهلي، هي مقرات للنادي الاهلي. النادي الاهلي اي مكان هو في مقر وليس فرع، عشان نبعد موضوع الفروع ده خالص. مقر الجزيرة، مقر الشيخ زايد، مقر التجمع إن شاء الله، مقر أكتوبر، حاجة إن شاء الله تشرف وحاجة تزيد النادي الأهلي إن شاء الله. كابتن محمود الخطيب برضو النهاردة هيعلن عن الطفرة في هذه المشاريع وهيوضح بعض الأمور المتعلقة بمشاريع النادي الأهلي في مقراته، خصوصا كمان سمعنا كلنا وعرفنا ان في مشكله كبيره جدا في ارض التجمع الخامس المفروض كان هيقام عليها السد الاهلي. المفروض ان الارض دي كانت هيقام عليها السد الاهلي، لكن في مشاكل في التربه وفي الميه، هنعرف برضو بالتفصيل من الكابتن محمود الخطيب. لكن عايز ارجع واتكلم تاني عن برنامج عائله النادي الاهلي اللي حطه كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، وبصراحه ماشيين فيه قدما، يعني ماشيين فيه بسرعه جدا وعايزين نطبقوه بسرعه جدا، وحاجه جميله جدا. بعيد وازيد دايما النادي الاهلي هو بدي امثله وبدي دروس للناس اللي عايزه تتعلم يعني ايه اداره، يعني ايه احتواء، يعني ايه ناس كبار بيمثلوا نادي كبير، بيكرموا رموز كبيره، بيحتفظوا بابنائهم وبيكرموهم وبيزيدوهم وبيعرفوهم ان هم تعبوا في نادي وبيستحقوا تكريم، غير بقى الناس مش عايز اتكلم يعني اللي مش عارفه رموزها اساسا فين. يعني نطلع ممكن نشوف تقرير لو احنا جاهزين يا جماعه، نشوف تقرير عن احتفالية رواد النادي الأهلي النهاردة ونرجع لحضراتكم على طول. بسم الله الرحمن الرحيم وصباح الخير. الحقيقة الواحد لما بيشوف حضراتكم كده بيبقى فيه يعني الناس تقول ان احنا او حضراتكم الرواد، لكن انا شايف ان حضراتكم الامل للمستقبل بالنسبة للنادي الاهلي، لان اولادكم واحفادكم لما بيشوفوكم بالحماسة دي وبالحب دوت والتآلف ده على النادي الاهلي وعلى التجمع للنادي الاهلي، هو ده المستقبل اللي انتم بتزرعوه ان شاء الله في احفادكم واولادكم باذن الله. ودي الحاجه اللي نتوارثها جميعا لاولادنا او بنورثها لاولادنا، كيفيه الارتباط بنادينا وكيفيه الانتماء للنادي الاهلي، فده موجود في حضراتكم مع روادنا او مع رواد النادي الاهلي. لكن الامل والمستقبل انتوا اللي بتزرعوه في نفوس
ان شاء الله الاجيال اللي جايه باذن الله. حاجه تانية طبعا مش عايز انسى يعني عيد الام، كل سنه وانتم طيبين. وانا في حقيقه يمكن طبعا انا الحمد لله ربنا يرحم امواتنا جميعا، لكن انا والدتي رحمه الله كان توفت سنه 74، وتوفت الحقيقه يعني كان حاجه كده كانت مأثره فيها جدا. هي كانت تعبانه، وكنت كل ما ارجع من التمرين، عشان احنا كنا اسره كبيره، احنا 12 اخ واخت، فوالدتي بقى كنا احنا عيله متوسطه وعيله بسيطه، فكان والدتي تقوم بقى لوحدها كده، مع ان انا عندي 8 اخوات بنات، احنا 8 بنات واربعه صبيان، لكن برضه الام ام يعني. لما حسوا بقى ان انا ابتديت ابقى العب والناس يعني ابتدوا يعرفوني شويه، وابتدوا بقى اسمي يتكتب في الجرايد، فكانت مهتميه بيا زياده. لما ارجع من التمرين الاقيها واقفه في المطبخ وبتعمل لي الاكل بنفسها، مع ان عندي اخوات بنات كبار، يعني بنت اختي قدي في السن، فهي تقف نفسها وشايله لي بقى حته اللحمه ولا شويه الرز ولا شويه خضار وتسخنهم لي، مناب بتاعي وتسخنهم لي، وبعدين اول ما بقعد اكل تروح داخله على سريرها ويعني تمسك في اللحاف كده ولا البطانيه باسنانها عشان ما نحسش بالامها، متالمه على طول، كان عندها حاجه في الكلى. فكان دكتور ابراهيم الوكيل كان رئيس النادي الاهلي سنه 71، فكلمته فقال لي لا نشوف دكتور، ورحنا فعلا ان احنا لدكتور، فكرر عمليه، لازم تعمل عمليه. فوالدي بقى قال لي محمود، خدني على جنب كده وقال لي امك عملت عمليه سنه 62، فالدكتور اللي عمل العمليه قال لك لو تعبت تاني ما تفتحوش تاني، انها ممكن تتوفى. فالمهم يعني الدكتور بقى اقنعونا ساعتها ان احنا خلاص، لا الدنيا اتطورت والطب اتطور. وبعد كده رحنا رايحين على سنة 74، قررنا نعمل عملية. عملنا العملية، وبعد ما عملت العملية الحقيقة يمكن الكيمياء كنت قلقان جدا من اللي أنا سمعته من الوالد يعني رحمة الله عليهم جميعا ويرحم أمواتنا جميعا. كانت كويسة جدا، وكم أول مرة أشوف أم الله يرحمها بالحلاوة دي، يعني وشها ما شاء الله منور، وشها ملور، وهي حاجه يعني انا كنت سعيد بيها جدا يعني. فضلت قاعد معاها لغايه ثاني يوم الفجر، نزلت على التمرين وهي فطرت، وانا في التمرين بقى بلغوني ان هي يعني توفت رحمه الله عليها. فلما رجعت طبعا رحت على المستشفى، لقيت الجثه اتقلت، راحت البيت، رحت البيت فلقيت والدي بقى اول ما شفته بحضنه قال لي يا ابني انا مش قلت لك؟ قلت له الحمد لله بقى، يعني خلاص الأمر بيد الله. فأنا ليه بس بقول ده دلوقتي؟ لأن أنا في أغنية لغاية النهاردة من أكتر الأغاني اللي أنا بتأثر بيها جدا، اللي هي ست الحبايب دي. والله كلنا، وأنا كمان وحياتي. ربنا يديكوا الصحة، ربنا يديكوا الصحة ويديكوا طولة العمر، ويعني يسعدكم زي ما أسعدتونا، زي ما أسعدتونا كلنا، ربنا يبارك فيكي زي ما أسعدتونا، وإن شاء الله يكون ولادكم وأحفادكم بإذن الله امتداد لكم إن شاء الله، وامتداد للنادي الأهلي بإذن الله. بشكركم جدا وصباح الخير. حنينة وكل اكتباء يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة، ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة. وكل طبعا بنبارك الأول النادي الأهلي، واخد بالك بطولة الدوري وبطولة برضو السيدات بتاعة كرة الطائرة. وطبعا بيشرفنا النهاردة الكابتن الكبير، واخد بالك الكابتن الخطيب، وطبعا اعضاء مجلس الاداره. احنا دايما كل سنه بنحتفل لجنه الرواد بعيد الام، بيبقى تجمع بيجمع اللجنه كلها، واخبر حضرتك زي ما انت حضرتك شايف كده، بيبقى يوم جميل، وفي الاخر برضو بنوزع جوائز على كل المدعوين الموجودين.
وده حاجه طبعا بيبقى يوم جميل جميل. طبعا هو هيبقى جميل النهارده بمين؟ بالكابتن الخطيب ومجلس الاداره. والله يعني من ساعه ما جه المجلس ده طبعا واخد بالك حضرتك طبعا المجلس ده جمع يعني لم شمل النادي الاهلي. طبعا احنا سامعين على الانشاءات اللي هتحصل واخد بالك دي حاجه طبعا هتبقى للاعضاء كلهم واعضاء الجمعيه العموميه، وطبعا نشكرهم. بنحتفل كل سنه بعيد الام، وطبعا احنا متعودين ان كل الرواد بيبقوا موجودين معانا في العيد ده علشان نحتفي بيهم، نقدم لهم هدايا، نرحب بيهم، وطبعا بنشكرهم. كل الحاجات دي بنعملها كل سنه، بقالنا حوالي 5 سنين متعودين على هذه العاده. ده بالاضافه لايه؟ ان احنا هذه اللجنه شكلت من 2005، فكل سنه برضو بنحتفل بوجود هذه اللجنه سنويا يعني. ده بالاضافه طبعا ان احنا بس مش نشاطنا بس في عيد الام، ده احنا طول السنه عندنا انشطه خاصه باللجنه دي. برضو بنحتفي كل شهر باعياد الميلاد بتاع الشهر دوت، وبنقدم لهم هدايا، وده بنجتمع على فطار شهري علشان يبقى في تواصل مع الاعضاء بصفه دايمه يعني. كابتن الخطيب بيمثل لنا حاجات كتيره، كابتن الخطيب ده رمز وده بيمثل لنا حاجات كتيره، وهو الرجل يعني قمه التواضع ان هو بيتواصل مع كل الاعضاء وكل الناس اللي موجوده في قلب الناس. طبعا بيشكل لنا حاجه كبيره جدا وجود الكابتن الخطيب في مناسبه زي دي، وطبعا احنا بنبقى حريصين على تواجده، عشان برضه يبقى في تواصل بينه وبين الناس اللي هي موجوده ديت. طبعا بتمثل لنا حاجه كبيره جدا. كابتن محمود الخطيب كقيمه من زمان احنا كلنا بنحبها، وكنا نتمنى ان احنا نشوفه على راس النادي الاهلي. الحمد لله ربنا حقق الامنيه ديت، ويمكن حتى الرواد اللي هم شافوا الكابتن محمود الخطيب زمان وحضروه كلاعب وكإداري في النادي كانوا حابين ان هم يشوفوا على راس النادي الاهلي. وهو طبعا الكابتن محمود الخطيب كان بيتواصل معاهم طول عمره وبيتواصل معاهم دلوقتي، ولبى الدعوه مشكورا. هو طول عمره الصراحه يعني بالنسبه للرواد بالذات الكابتن محمود الخطيب عنده ضعف كبير قوي من ناحيه الرواد. وبعدين الكابتن الخطيب حتى في البرنامج بتاعه قال يا جماعه احنا يعني جايين كل حاجه بتوقيتات، واللي احنا شايفينه لغايه النهارده 3 اشهر كل حاجه بتوقيتات، والتوقيتات ماشيه بالجدول بالساعه يعني زي اللي يعني. علشان كابتن الخطيب عنده مشكله كبيره جدا في ان هو يوعد بحاجه ما يوفيهاش يعني دي حاجه شخصيه مع كابتن الخطيب. يمكن اللي يعرفه من قريب يعرف دي مع كابتن الخطيب بالذات، ما بيحبش يقول حاجه الا وهينفذها. اوفي جمايلي الغالي علي، هجيب من عمري كفي ولائي فين اغلى هدية، نور عين ومهجتي وحياتي ودنيتي، نور عين ومهجتي وحياتي ودنيتي، لو طردي تهبلهم دول هم هديتي. خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كتيبة. يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. حضراتكم من جديد، يعني الكابتن خطيب كاريزما تحب تشوفه على طول، راجل واضح جدا صريح جدا تحب فعلا تتفرج عليه. أنا قاعد أتفرج على التقرير حاجة بصراحة حاجة محترمة وحاجة مشرفة. ما بحبش أتكلم كتير عن رؤسائي عموما عشان الناس بتفهم الكلام غلط، لكن الخطيب حاجه بصراحه حاجه كبيره جدا. قاعد في وسط الاعداء الاعضاء، قاعد في وسط الاعداء حتى كله بيحبه. حاجه جميله جدا بصراحه، وحاجه تفتخر بان الكابتن محمود الخطيب وانت حتى بتشوفه مش هتفتخر ان هو رئيس النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب كاريزما عمرها ما هتنتهي ان شاء الله. راح احتفالية عيد الأم وسط الأمهات وحكى عن مواقفه الشخصية
على فكرة وتعبان جدا جدا، وكمان في دكاترة لازم قالوا له لازم في راحة ولازم ولازم، لكن هو أصر ان هو ينزل ويخلص الجدول الزمني اللي هو حطه للأعضاء. أشادوا أشاروا إليه ان الكابتن محمود الخطيب لما بيقول كلمة لازم يلتزم بيها ولازم ينفذها، وكابتن محمود الخطيب في إطار برنامج عائلة الأهلي ماشي خطوة خطوة، ماشي بيسابق الزمن عشان ينجز ويصدق في وعوده، إن شاء الله يصدق فيها وإن شاء الله تنفذ وتبقى كمان على أتم أوجه التنفيذ. كمان كابتن محمود الخطيب من الشخصيات الهادية جدا، الشخصيات اللي ما بيتكلمش كتير، من الشخصيات المفكرة قوي، من الشخصيات اللي هو عارف الكلمة بيطلعها المقصود بها إيه وبتروح فين. كابتن محمود الخطيب لما بيشوف موقف ما بيتدخلش فيه فعليا، لكن بيشوف وبيفكر وبعد كده بيطلع قرار عشان يحسم هذا الموقف. وانتوا شفتوا تعامله مع المواقف الاخيره كان تعامل ولا اروع من كده، استحمل كلام كتير، لكن في الاخر الجماهير قالت عندنا فعلا اسطوره وهتبقى اسطوره. يعني لغايه لما نحضر مراسلينا من النادي الاهلي او من داخل جدران النادي الاهلي عشان يتابعونا بالجديد في هذه الاحتفاليه، احتفاليه تكريم نجوم الاهلي الكبار. زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي عامل اربع معايير، معيار السن 75 سنه، ومعيار العمل داخل جدران النادي الاهلي 10 سنوات، ومعيار ثالث ان هو لازم يكون ختم حياته جوه النادي الاهلي، والمعيار الاخير ان هو ما يكونش شغال او مرتبط بشغل في النادي الاهلي حاليا. واعتقد انها معايير عادله جدا عشان يكرم الرموز والكبار، وان شاء الله يبقى فيه تكريم بعد كده لكل الناس، لكن هي مراحل. تعرفين النادي الاهلي ياما ناس خدمت فيه، وياما الناس تعبت فيه، وياما الناس حفرت اسمها جوه النادي الاهلي، والنادي الاهلي ضاف لهم كتير، لكن هيبقى فيه ادوار، واكيد الكابتن محمود الخطيب عارف وبيعمل ايه. زي ما قلت لكم مجلس ادارته وكل الاعضاء كمان بصراحه، كابتن محمود الخطيب في ناس هتتكرم النهارده، وفي ناس ما قدرتش تيجي، هو راح لهم وزارهم وعمل المفروض يعمله. نروح شويه للنادي الاهلي، فريق النادي الاهلي كوره امبارح طبعا كسب منانا واكد مكسبه وصعوده لدوري المجموعات، حاجه جميله جدا. كابتن حسام بدري ماشي بالفرقه على اروع ما يكون، ازارو بيثبت كل يوم ان هو مهاجم من الطراز الفريد، وليد سليمان بيقول للمنتخب انتوا ما خدتونيش ازاي. ايا كان بقى لعيبه النادي الاهلي كلهم يعني حاجه تفرح وحاجه تشرف. النادي الاهلي عنده مباراه اعتقد ان هي طنطا ان شاء الله القادمه علشان يجرب بقى وعشان يكسر ويحطم ارقام. كابتن حسام بدري مش هيقول بقى خلاص انا خدت الدوري وخلاص واجرب، مش هيكون بالتجربه اللي الناس فاهماها، لكن هيجرب بالحاجات اللي هو عايزها او باللعيبه اللي هو عايزها في افريقيا. اكيد افريقيا كابتن حسام بدري مهتم بيها جدا ومركز معاها جدا 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 على ابعد ما يكون، عارف ان هي بطوله غاليه قوي على قلوب الاهلاويه تحديدا. الاهلاويه دايما بطوله افريقيا وعايزين نستعد لافريقيا، وخلاص قفلنا بقى الكلام اللي فات مش عايز اتكلم مش عايز اتكلم، لكن هو بصراحه بيفرض نفسه عليا الكلام، لكن قفلنا بقى الموضوع خلاص ونركز في اللي جاي. موضوع افريقيا موضوع مطلب جماهيري من العيار الثقيل، دايما بقول النادي الاهلي هو او البطوله الافريقيه المعيار او الترمومتر للعيبه النادي الاهلي امام جماهيره. هو الجماهير يقول لك احنا عندنا البطوله الحقيقيه والمقياس الحقيقي والاحتكاك الاحتكاك الحقيقي في الكره القدم تحديدا في البطوله الافريقيه، عشان كده هم دايما بيقولوا البطوله الافريقيه البطوله الافريقيه. عارفين البطوله الافريقيه دي تمنها كبير قوي، عارفين هي بتودينا لكاس عالم للانديه زي قدام حضراتكم دي كانت بعض لقطات الامس، الاهلي ومنانا، الاهلي 3 أهداف مقابل هدف. يعني ميدو جابر بعد فترة بيحرز هدف جميل جدا، ميدو جابر لعيب، احنا قلنا كابتن حسام بدري بيصبر على اللعيبة بيصبر على اللعيبة. وليد أزارو زي ما قلت لكم قبل كده، وأجاييه وعلي معلول نجوم كبار جدا، باكا كمان كلهم راحوا المنتخبات باستثناء علي معلول كان في المنتخب، لكن كلهم راحوا المنتخبات، راحوا المنتخبات لإصرار الكابتن حسام بدري على إشراكهم في المباريات، وادوهم فرص كاملة وفرص حقيقية بالرغم من انتقاد معظم الجماهير والنقاد للكابتن حسام بدري على مستوى بعض اللاعبين، لكن هو أصر وفي الآخر هو بيقول أنا نجحت. يعني في الآخر بيقول أنا نجحت للناس، وكلامكم فين عشان تعرفوا إن أنا كان عندي فعلا وجهة نظر صحيحة. وليد أزارو بيتألق وبيحرز أهداف تانية، هداف الدوري وإن شاء الله يبقى هداف أفريقيا، معاه صلاح محسن، معاه مروان كمان دخل المنتخب، إحنا قلنا قبل كده إن هيكتور كوبر هيتلكك عشان ياخد مروان، عشان هو مروان يستاهل ويستحق اللي هو الانضمام للمنتخب. اصابه جات له ابعدته كانت في المنتخب فتره طويله، تالق الشناوي كمان حاجه يعني حاجه
حاجة جميلة جدا. الشناوي حارس عملاق معاه حراس كبار لطفي ومعاه إكرام، إن شاء الله كله يبقى أضافة النادي الأهلي وكله يبقى سند للنادي الأهلي. لما تجهزوا قولولي، لما تجهزوا قولولي نطلع على طول على النادي الأهلي. نرجع تاني زي ما حضراتكم شايفين قدام حضراتكم، دي أجواء الاحتفالية اللي مجهزة الكابتن الخطيب النهاردة ومجلس الإدارة لهؤلاء النجوم. كوكبة من النجوم إن شاء الله يتم تكريمهم النهاردة وحقهم. احنا قلنا النادي الأهلي دايما بيكرم ولاده، النادي الأهلي عارف ولاده عملوا ايه، أصغر أبناء لأكبر أبناء النادي الأهلي هيكرموا إن شاء الله مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته. زي ما قلت لكم برنامج عائلة الأهلي الكابتن محمود الخطيب حطه بينفذ بنوده بالحرف الواحد. شفنا أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي بيقولوا إن الكابتن محمود الخطيب اللي عرفه شخصيا هيعرف إن هو ما بيقولش كلمة غير لما بيعملها، وهو حازم جدا 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 في كلامه وفي وعوده وفي قراراته كمان. عشان كده إن شاء الله هتلاقوا كل حاجة في عائلة النادي الأهلي أو في برنامج عائلة النادي الأهلي هتنفذ، وهتنفذ في الوقت اللي اتحط فيه وفي التوقيت وبنفس بنود الوعود. ان شاء الله تبقى او يبقى برنامج ناجح جدا للكابتن محمود الخطيب زي ما هو معودنا. هو البرنامج لغايه الان ناجح جدا، احتفاليه جميله جدا زي ما حضراتكم شايفين. طيب نروح لمحمد سعيد من اجواء الاحتفاليه او من داخل النادي الاهلي امام خيمه الاحتفاليه. محمد سعيد اهلا بيك. هذا المكان يشهد حدث مهم جدا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. عائله الاهلي بدات الخطوات الفعليه للبرنامج الانتخابي واجتماعات مجالس الادارات خلال الفتره الاخيره برئاسه الكابتن محمود الخطيب من خلال تنفيذ برنامج عائله الاهلي وتكريم كل نجوم ورموز الالعاب الجماعيه وكل من خدم النادي الاهلي منذ عام 1907 حتى العام الحالي 2018. برنامج عائله الاهلي من خلال تكريم نجوم ورموز كرة القدم وجميع الألعاب الجماعية والألعاب الفردية داخل النادي الأهلي. شق آخر داخل المؤتمر وهو متعلق بالخطوات الإنشائية والاستثمارية المتعلقة بفروع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، سواء مقر النادي بالجزيرة وفرعي النادي في مدينة نصر والشيخ زايد، والحديث أيضا عن التجمع الخامس الفرع الرابع خلال الفترة القادمة. اليوم تبدأ الخطوات الفعلية لكل هذه المشروعات وكل هذه القرارات، وأيضا كشف بما دار خلال الثلاثة شهور الماضية عمل دؤوب لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب خلال الفترة الأخيرة. لكن سريعا في هذه اللحظات معايا الكابتن عبد المنعم شطة. كابتن شطة نجم النادي الأهلي في السبعينات واحد نجوم كرة القدم اللي ساهموا بشكل كبير جدا في تاريخ النادي الأهلي. كابتن شطة برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي وعلى هواء مباشرة، واحنا بنتكلم عن عائلة الأهلي، عادات وتقاليد وقيم وحاجات كثيرة جدا بتقال في هذه الفترة وفي هذا الحدث. أولا تعليقك على الحضور في مقر النادي والدعوة لنجوم الألعاب الجماعية ونجوم كرة القدم ورموز النادي. والله طبعا يعني حقيقة ده موضوع مهم جدا، يعني من أهم حاجة إنه الخطيب تدارك إنه في السنوات السابقة الاهتمام بالنجوم والليجنز والناس اللي هم أدوا للنادي الأهلي خدمات كبيرة في جميع الألعاب كانت من ايام صالح سليم ومن ايام الفريق عبد العزيز البرتاجي، كانت بنعملها على فترات متباعده جدا، لكن الخطيب الان في فترات وجيزه جدا استطاع انه يعرف مدى اهميه هذا الموضوع ومدى انه في لعيبه قدامى كثيرين يجب على في جميع الالعاب الرياضيه يجب علينا كنادي اهلي اننا نحاول نتواصل معاهم. وهذا الموضوع انا شاركت فيه بشكل كبير جدا ان انا اعطيت لهم اسماء كثيره جدا ما كانتش في الحاضر لان انا عندي تاريخ النادي الاهلي، فجبت لهم احمد زايد وفاروق دزوي وكان في كام لعيبه كده برضو حقيقه يعني ما استوفوش الشروط لانه انت عارف لو حاولت تجيب كل اللعيبه اللي موجوده ممكن يخشوا في 100 لاعب، فالخطيب عملها على فترات بحيث انه المعايير تكون موجوده بحيث انه كل الناس تشارك على فترات متباعده. فوق ال 75 سنه ادى 10 مباريات مع النادي بتاعه، 10 سنوات مع النادي بتاعه، فالحقيقه استطعنا الان نجمع كل الناس ديت حقيقه في يوم زي دوت. وبعدين في ناس كانوا حقيقه يعني طريحي الفراش زي كابتن عادل هيكل ومي عبد الحميد، خطيب راح لهم بنفسه وقدم لهم هذا التكريم الجميل، انا بشكره جدا. وصفد بحليم هذا التكريم، الحقيقه انا بشيد بالخطيب وبشيد بمجلس الاداره وبشيد بانه هذا الموضوع اهم حاجه الوفاء الذي يعني احنا بنتوقع في يوم من الايام نخش في نفس هذا الاطار، بدل ما كنا بنعمل ونجهد
ان نحاول نكرم برضو. ده موضوع برضو يعني هيرجع لنا احنا برضو كلنا كنجوم. انا شايف هنا اغلب النجوم موجودين، مصطفى عبده والخطيب معانا ومصطفى يونس وشو عبد الشافي وفتحي مبروك وكلنا موجودين، وماهر همام وشريف عم، لا جميع النجوم موجودين ومحمد يوسف. فانا بقول يعني احنا الحقيقه بهذا اليوم بنحيي النادي الاهلي واطمأنينا على مستقبل هذا النادي انه لن ينسى ابنائه، ودي حاجه طبعا انا بحيي بها مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب شخصيا. العادات والتقاليد والمبادئ، كل دي مبادئ انت بترسخها للجيل اللي طالع، جيل الشباب، لما بتكرم الرموز اللي ساهموا وكان لهم تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي خلال سنوات كثيره، واسم عائله الاهلي، يعني الاسم شامل امور كثيره جدا ممكن نتحدث عنها يا كابتن شطر. خطيب فكره عائله الاهلي دي انا بعتبرها من انجز الامور اللي هو الحقيقه استطاع انه يتبناها. الحقيقه الحاجه الثانيه برضو في لجنه معموله لمراعاه القدامى اللاعبين اللي هم حقيقه محتاجين اننا لرعايه، وده موضوع ثاني اخر برضو انا ومصطفى عبده هنشارك فيه، بحيث اننا نحاول نشوف جميع اللاعبين اللي كانوا موجودين في جميع الالعاب الرياضيه حتى العمال وحتى الموظفين يجب علينا احنا نتابعهم. وده حقيقه ده كمان ده موضوع اخر مع عائله الاهلي. بحيي في الخطيب. شكرا كابتن شطه وسعداء بوجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا. مستمر معاكم وطبعا معانا احد نجوم النادي الاهلي اللي برضه ساهموا كلاعب وكمدرب وكمدير فني، كابتن محمد يوسف. اولا برحب بيك وجمهور النادي الاهلي كله بيرحب بيك في هذا اليوم، يوم جميل، عائله الاهلي كلها متجمعه داخل مقر النادي في الجزيره. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما انت قلت يوم سعيد جدا، يوم جميل. النادي الاهلي دايما بيفتكر ولاده، وفي نفس الوقت كمان ان احنا نتجمع في حاجه زي كده دي حاجه جميله جدا. مجلس اداره مرتب لامم العيلة كلها، عيلة الأهلي، وفي نفس الوقت كمان برضه هيعرضوا المشاريع بتاعتهم وهيعرضوا شغالين فيها بكل شفافية، فدي حاجة طبعا تحسب لمجلس الإدارة. وفي نفس الوقت كمان عايز أقول إن دايما الأهلي سباق في, في 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 الافكار بتاعه، سباق في مشاريعه، سباق في كل الافكار اللي بيقوم بيها. انا سعيد جدا ان اكون متواجد النهارده واشوف كوكبه من نجوم مدربينا اللي دربونا وزمايلنا. نتمنى ان شاء الله يطلع يوم جميل ان شاء الله. لما بترسم مبدا انك بتكرم ان الرموز واللي شاركوا في العديد من الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه، النهارده ممكن تشوف اجيال ما شفتهاش من سنين يا كابتن يوسف. يوم زي ده لما بتجمع الرموز كلها مع بعض وشعار اسم عائله الاهلي، اسم عائله الاهلي مع النجوم النادي الاهلي ازاي واثرها ازاي حتى على الجيل الصاعد، الجيل اللي طالع؟ طبعا دي بتعمل انتماء، بتعمل انتماء كويس جدا. وفي نفس الوقت زي ما انا بقول لك ان النهارده انت في ناس ممكن يكون الاجيال الحاليه ما شافتهاش، النهارده هتتكرم. والمدربين دول والكباتن دول يعني لعبوا ودربونا وليهم يعني عايز اقول تاريخ كبير. افتكروا في حياته، فانا سعيد جدا الناس دي بتسعى. طبعا كل من شارك في النادي الاهلي وكل من لعب في النادي الاهلي وليه تاريخ كويس اسم كويس، فسعيد كمان التغطيه الجميله اللي عاملاها القناه طبعا لايف من الحدث، دي حاجه حلوه جدا. فنتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي دايما يبقى في يعني عايز اقول على البطولات بيفوز، وفي نفس الوقت كمان المقدمه. مع كابتن يوسف وبسألك على المشروعات والإنشاءات اللي هتحصل خلال الأيام القادمة واللي كابتن محمود الخطيب النهاردة هيعلن عنها، وجهة النادي وكل شيء داخل النادي الأهلي هيكون معبر عن اللون وعن الشكل وعن الرسم الهندسي لقيمة النادي الأهلي. طبعا النادي الأهلي أنا يعني أقول لك سواء مشاريع، سواء افكار تسويق لفريق كره القدم، سواء افكار مثلا التسويق الفرق بتاعته. فعايز اقول كمان انه على مستوى البطولات هو سباق سواء الرابع اللي في التجمع الخامس، كل ليها سابقه وهيبقى ليها حاجه فريده طالعه من ريحه النادي الاهلي. سعيد ان احنا بنعمل حاجات، يعني النهارده احنا النادي الاهلي داخل على فرعه الرابع، وما شاء الله يعني في تانية لسه فرعها الاول يعني.
شكرا كابتن يوسف، شكرا جزيلا. ده كان لقاء مهم جدا مع كابتن محمد يوسف، وقبليه كان لقاء مع كابتن شطه لجيل التسعينات وجيل السبعينات. دايما اجيال النادي الاهلي اجيال مختلفه وكله بيساهم في النادي الاهلي، لكن الخطوات الانشائيه اللي مزمع انشائها ان شاء الله خلال الايام القادمه من خلال اعلان الكابتن محمود الخطيب تطوير المبنى الاجتماعي وتطوير واجهه النادي وتطوير السور وبوابات النادي في مقر الجزيره وفرع مدينه نصر والشيخ زايد، وايضا الحديث عن ارض التجمع الخامس، كلها مشروعات انشائيه ناحية اجتماعية وناحية إنشائية، أمور كثيرة جدا بيهدف من خلال مجلس الإدارة إلى لم الشمل والحديث والتطوير الكبير داخل النادي الأهلي. عودة من جديد لاستديوهاتنا، إليك الكلمة كابتن ميدو. لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، تحياتي ليكم طبعا من جديد هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، والمؤتمر الذي أعلن عنه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. طبعا مؤتمر هيكون فيه طفرة إنشائية كبيرة، هيكون فيه مفاجآت كثيرة جدا طبعا لأعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي الأهلي. يمكن طبعا في البداية مؤتمر على أعلى مستوى بيتم التجهيز فيه منذ أكثر من 15 يوم على هذا المؤتمر الخاص. النهاردة يمكن حاولنا إن احنا نعرف بعض الكواليس، بعض الأمور الخاصة من الإعلان عن المفاجآت القادمة. أولا طبعا مش هنقول كشف حساب لمجلس الإدارة، هنقول ما وعد به مجلس الإدارة لتنفيذ برنامج عائلة النادي الأهلي منذ الساعات الأولى منذ تولي المسؤولية لقيادة سفينة النادي الأهلي خلال الشهور الماضية، عدد قصير من الشهور لكن تم فيه انشاءات كثيرة، انجازات كثيرة، التعاقد على الاستاد ان شاء الله اللي بتمنى يكون حلم كل جمهور النادي الاهلي واعضاء الجمعية العمومية. هيكون فيه اكتر من فرع طبعا كالعادة، فرع التجمع الخامس اللي هيتم انشاءه خلال الفترات القادمة، وكمان يمكن محطوط جدول زمني يمكن 6 شهور 9 شهور بعض الاماكن هتكون خلصانة فيه. نادي الاهلي الجزيره، النادي الاهلي مدينه نصر، النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، في خطه تطويريه كبيره جدا. النهارده يمكن كابتن محمود الخطيب يكون مترأس طبعا هذا المؤتمر للاعلان عن امور كثيره جدا ستسعد جماهير النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. كمان عايز اقول في مفاجاه طبيه يمكن الكابتن الخطيب ما يعلنش عنها في هذه المؤتمر، ممكن يعلن عنها خلال الايام القادمه. هيكون في مؤتمر خاص بفيروس سي، هيتم طبعا علاج سواء من اعضاء النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي 1000 حاله، يمكن ده اللي حاولنا ننفرد بيه، 1000 حاله هتكون مجانا للعلاج. كعاده مجلس اداره النادي الاهلي طبعا بيحاول ان هو يقف جنب اعضاء الجمعيه العموميه، كبار السن، الشباب، الصغيرين، حاجه رائعه جدا. طبعا بنتمنى كل التوفيق لمجلس اداره النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. كمان على هامش هذا المؤتمر هيكون في تكريم لكل من ساهم واسعد وشارك في هذا النادي المميز النادي الاهلي. هنشوف النهارده تكريم للرواد، لكبار السن. النادي الاهلي النهارده بيحاول يقول شكرا لكل من ساهم في اي شيء، لكل من قال كلمة كويسة، قال كلمة طيبة، عمل أي شيء للنادي الأهلي، وده بالفعل هو دور النادي الأهلي بقيادة طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. الحاجة اللي رائعة كمان إن النهارده أو في هذه اللحظات في خلال المؤتمر هيكون في صور حصرية متواجدة بيتم الإعلان عنها، إن في هذه الساعات في عمل شغال، في الناس شغال، الناس بدأت العمل فعلا منذ الساعات صباح اليوم. يمكن ده اللي إحنا كنا منتظرينه، في خطة تطويرية رائعة مميزة، والعدد اللي والشهور اللي بنأكد عليها طبعا من 6 شهور ل9 شهور هيكون في طفرة إنشائية كبيرة جدا طبعا كعادة النادي الأهلي. مستمرين معاكم طبعا كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وتغطيتنا الخاصة طبعا هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ونقل حصري لفعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بمجلس إدارة النادي الأهلي، وفي انتظار إعلان المفاجآت طبعا الخاصة لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب. عودة ليك يا كابتن ميدو وكل نجوم الاستوديو التحليلي. شكرا ليك يا كريم، شكرا للزميل محمد سعيد. ايضا تغطيه مميزه جدا للنادي الاهلي او لقناه النادي الاهلي في فرع الجزيره في النادي الاهلي، حاجه جميله جدا، احتفال شايفين واحتفاليه تليق بنجوم وقيم النادي الاهلي ونجوم وقيم وكبار النادي الاهلي. شفنا الكابتن عبد المنعم شط وهو بيتكلم بيقول كان لازم يحصل الكلام ده من زمان، لكن الحمد لله احنا النادي الاهلي دايما لو في حاجه حتى بيتداركها بعدين. الكابتن محمود الخطيب تدارك ان في او لازم يحصل تكريم لهؤلاء النجوم وحقهم زي ما قلنا في الاول ويستحقوا. كمان الكابتن محمد يوسف اكد على قيم النادي الاهلي ومبادئه، والكابتن محمود الخطيب ايضا واعضاء المجلس الاداره. شفنا سياده الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب الوزير الاسبق للشباب والرياضه، شفنا كل اعضاء مجلس النادي الاهلي، حاجه كبيره وحاجه تليق فعلا بالنادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين برضو او شفتوا او سمعتوا محمد سعيد وكريم ان الكابتن محمود الخطيب هيعلن عن مفاجآت كتير جدا في هذا التكريم او في هذه الاحتفاليه. اتكلم عن مقرات النادي الاهلي في مدينه نصر ومقره في الشيخ زايد واكيد مقره في الجزيره كده، يبقى في تطوير برضه وتحديث. مقره في التجمع
الخامس. يعني حاجات كتير جدا هيتكلم عليها كابتن الخطيب. ايضا كمان كريم احمد قال ان في نادي الاهلي عامل طفره علاجيه برضو او مؤتمر علاجي عشان علاج فيروس سي، اعتقد 1000 عضو. كابتن محمود خطيب هيعلن بعد كده عن هذا الخبر. هيتكلم كمان عن تطوير النادي، تطوير المقرات زي ما قلت لحضراتكم. قلت لحضراتكم ان كابتن محمود خطيب ملتزم ويلتزم بكل ما وعد به اعضاء الجمعيه العموميه اللي عارفين قيمة النادي الأهلي وعارفين قيمة محمود الخطيب نفسه، عشان كده نزلوا أعداد كبيرة جدا انتخبوا هذا الرجل صاحب القيمة والقامة العالية جدا. إن شاء الله كل التوفيق للكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي في إدارة هذا الكيان الكبير والنهوض به إلى الأعلى دائما. عايز أقول لكم كمان أو أفكركم بالمعايير اللي الكابتن الخطيب اختارها هو وأعضاء مجلس الإدارة. 4 معايير كابتن شطة برضو اتكلم عليهم وقال كان نفسه يبقى فيه، لكن في بعد كده تكريمه كابتن شطة في بعد كده ان شاء الله يبقى فيه المعايير تختلف، لكن هو اعتقد ان من وجهة نظري انا الشخصية ان كده احسن بكتير ان احنا يعني نشوف كبار السن وبعد كده نشوف الاقل فالاقل فالاقل. 75 سنة اول معيار لهذا التكريم، والمعيار الثاني وهو معيار تخطي 10 سنوات عمل في هذا الكيان الكبير، والمعيار الثالث انه يكون ختم حياته في هذا الكيان الكبير، والمعيار الاخير انه ما يكونش شغال لغايه دلوقتي في النادي الاهلي او بيتقاضى منه يعني اجر. ودي اعتقد معايير عمليه جدا وواقعيه جدا وصحيحه، يعني صحيحه جدا. ان شاء الله يبقى فيه بعد كده نشوف بقى السن الاقل، نشوف الاقل فالاقل فالاقل، كله خدم النادي الاهلي وكله يستاهل التكريم. وابناء النادي الاهلي يا جماعه، ابناء النادي الاهلي فعلا المخلصه مش مستنيين تكريم للنادي الاهلي خالص، مش مستنيين تكريم النادي الاهلي. هم بيزيدهم شرف وبيزيدهم كل حاجه ان هم انتموا لهذا الكيان المشرف في كل الاحوال لاي حد انتمى ليه. لو حتى يوم زي ما بقول، لو حتى دخل اتصور في قلب النادي الاهلي بيقول انا دخلت النادي الاهلي، واعتقد ان الناس كتير جدا نفسهم يدخلوا النادي الاهلي، وباكد وبعيد وبزيد عشان في ناس هو غصب عننا بقى، احنا بنروح غصب عننا بنروح للكوره. في ناس بيقولوا النادي الاهلي وفي بيفاوض لعيبه وبيعمل لعيبه، اللعيبه هي اللي بتروح للنادي الاهلي، بتتمنى تروح النادي الاهلي ايا كان اللعيبه مين. كان معايا امبارح الكابتن حمدي الصافي واحنا بنكرم فريق الكره الطائره سيدات، وبساله بقول له انت ليه بتعمل عقد سنه واحده يعني مع نجمات الفريق، يعني افرض نجمه تالقت جالها عقد احتراف ومشيت. الراجل رد قال لي هتبقى هي الخسرانه اكيد، هو اللي بيمشي من النادي الاهلي هو دايما هو الخسران، وانا ما عرفتش ارد عليه بصراحه. دي اجواء الاحتفاليه زي ما حضراتكم شايفينها، احتفاليه كبيره جدا جدا واحتفاليه تليق بكل اعضاء النادي الاهلي وبكل اعضاء جماهير عموم النادي الاهلي وبكل جماهيره ايضا اللي منتمين اللي بيتفرجوا دلوقتي على هذه الاحتفاليه. الدعوه عامه وان شاء الله تكون احتفاليه لائقه وتليق بهذا الكيان الكبير عائلة الأهلي اللي كابتن محمود الخطيب نزل بيها انتخاباته. دي من ضمن بنودها ومن ضمن وعود الكابتن محمود الخطيب ان هو يكرم كل من انتمى لهذا الكيان وكل من افنى حياته في هذا الكيان. 10 سنوات معيار من المعايير انه يكون اشتغل في هذا الكيان الكبير 10 سنوات شغل في التدريب او في الإدارة او اي حاجة، يعني اي حاجة تحت هذا الشعار للنادي الأهلي. دي خيمة الاحتفالية، حاجة روعة جدا، يعني زي ما قدام حضراتكم الصورة موصفاها قبل ما أنا أوصفها لكم. احتفالية جميلة جدا تليق بهؤلاء النجوم. كابتن شطة نجم، الأستاذ حامد عز الدين كمان نجمنا الكبير كله، يعني كابتن شريف عبد المنعم ايضا، فنانين اعلاميين قدامى النادي الاهلي، شفنا محمد يوسف اكيد كله، الشيخ طه اسماعيل طبعا، هنشوف كابتن عصام عبد المنعم. يعني فكرونا يا جماعه كده، فكرونا يا جماعه كده عشان نقول لهؤلاء النجوم الكبار اعلاميين كبار بينوروا خيمه الاحتفاليه. ان شاء الله بعد قليل هتبدا مراسم هذه الاحتفالية، إن شاء الله تكون حاجة جميلة جدا. ده زي ما قدام حضراتكم برضو فرع النادي الأهلي، آسف مش عايز أقول فرع خالص، أنا عايز ألغي الكلمة دي من قاموسي، يعني مقر النادي الأهلي برضو قدام حضراتكم، هو يعني حاجة جميلة جدا. الناس
الناس جاية ماشية على كراسي. النادي الأهلي بصراحة حاجة جميلة يعني. حاجة جميلة. النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم الناس بتروح له. شين بقى مش عايز أقول يعني على كراسي كمان كابتن محمد عامر النجم الكبير معاه كابتن شطة يعني الدنيا ضلمة شوية مش عارف يعني كريم لو شايف ورشاد يقولوا لي النجوم الكبار اللي بيزينوا كابتن ماهر همام مين تاني يا جماعه شوفوا لي مين يا جماعه كابتن محمد عامر زي ما قلت لحضراتكم كابتن شريف عبد المنعم كان شويه يعني شوفوا لنا محمد سعيد ما محمد سعيد يشوف النجوم الكبار ده يا جماعه ده فرصه احنا مش هنلاقي النجوم دي نجمعهم كده تاني يعني يشوفوا محمد سعيد او كريم يعملوا معاهم حوارات سريعه جدا قبل بدايه هذا الاحتفال وبعده كمان اكيد هيلاقي نجوم كبيره جدا يعملوا معاهم لقاءات اكيد كل الجماهير او كل المشاهدين مستنيين يسمعوا راي النجوم القدامى اللي دايما فاكرينهم وعمرنا ما بننسى حد وعمر النادي الاهلي ما بينسى حد من ابنائه ودي ميزه من مميزات النوادي الكبيره والشخصيات الكبيره والرؤساء الكبيره والعظيمه بصراحه اللي هي دايما بتكرم ابنائها وبترفع منهم حتى لو بطلوا بقالهم 100 سنه اساسا يعني 75 سنه دلوقتي سنهم والنادي الاهلي بيكرمهم وبقول لهم شكرا على اللي انتوا عملتوه للنادي الاهلي ودي سر او ده سر من اسرار نجاح النادي الاهلي الناس اللي بتتكلم عن مبادئ الناس اللي بتتكلم عن رموز اتفرجوا وشوفوا النادي الاهلي بيعمل ايه في ابنائه وبيعمل ايه في رموزه بيكرمهم ازاي وليس العكس هو ده النادي الاهلي مش عايز اقول ان هو ده كتير لكن انا زي ما قلت لحضراتكم انا بتكلم بواقعيه ومصداقيه وصوره بننقلها قدام حضراتكم وتواريخ واللي عايز يشوف بعينيه الشاشه قدام حضراتكم بتقول وبتوصف او في الكتب المسجله في التاريخ باسم النادي الاهلي يدخل يشوف النادي الاهلي عمل ايه على مدار تاريخه من اول رئيس لغايه لما ربنا يدينا ويديكوا طولة العمر ان شاء الله كله ماشي على نهج واحد هو نهج النادي الاهلي وهو النادي الاهلي فوق الجميع لكن النادي الاهلي مع ابنائه دائما كابتن مصطفى عبده النجم الكبير كابتن علاء عبد الصادق النجم الكبير ايضا داخلين لخيمه الاحتفاليه كابتن مصطفى عبده طبعا يا جماعه يعني المجري بتاعنا المجري بتاع تاريخ الاهلي رمز واسطوره ايضا الكابتن مصطفى عبده معاه الكابتن علاء عبد الصادق الراجل اللي بيشتغل من غير ما يتكلم خالص ودايما بيطلع في الاخر هو مظلوم لكن اعتقد ان الكابتن الخطيب مقدره جدا وهذا المجلس مقدر دور الكابتن علاء عبد الصادق مع كل اللي شغالين في هذا الكيان الكبير. دي اجواء الاحتفاليه زي ما حضراتكم شايفين تاني مش يعني عايز ارجع بسرعه كان نفسي كمان فريق الكوره يبقى منور ومشرف هذه الاحتفاليه كابتن حسام ورجالته. يعني امبارح الكابتن طارق قنديل لو الاستاذ طارق قنديل منزل كده على الفيسبوك بتاعه قال تشرفت برئاسه بعثه الرجاله. يعني انا توقفت بصراحه عند مروان قولوا لي يا جماعه بسرعه مين لان انا مش شايف الشاشه بعيد عني. مروان والجرح وسراج شبابنا المنورين شبابنا ان شاء الله القادم ليهم باذن الله وكابتن محمود الخطيب مديهم مهام كبيره جدا وعارف دورهم كويس قوي وعارف ان روح الشباب معاهم مع الخبرات زي اللي قدام حضراتكم الكابتن او الوزير السابق الوزير عمرو فاروق ونائب رئيس النادي الاهلي خبرات وشباب وحاجه جميله جدا حاجه تفرح ان شاء الله يكون معانا برضو لقاء مع سراج بعد هذه الاحتفاليه محضر لكم مفاجآت كبيره جدا خليكم تابعين هذا اللقاء وهذه الاحتفاليه لنجوم النادي الاهلي كله داخل مهندس صفقات اهو مهندس عدلي قيعي اتكلم بقى ولا اسكت هسكت يا كريم هسكت والمهندس خالد الدرندلي سيد بجنيد كله هو داخل قولوا لي يا جماعه مين عشان الصوره بعيده عني قوي المهندس عادل كويس طبعا ملك الصفقات احنا قلنا ما تدخلوناش في متاهات وعندنا ملك الصفقات عشان الناس هتوه مننا في الاخر وانتوا غصب عني انتوا بتجيبوا لي ناس بقى لازم اتكلم غصب عني انتوا اللي بتودوني وانا مش عايز اتكلم بصراحه بتجيبوا لي مهندس عادل كويس في وشي فلازم اتكلم طبعا لازم اتكلم يعني بناكد تاني يا جماعه ما تدخلوناش في متاهات وعندنا ملك الصفقات الاخر الناس هتوه مننا
راجل مخضرم وراجل كبير وراجل عاشق لهذا الكيان وراجل اتربى داخل أروقة النادي الأهلي، يعني معجون جوه النادي الأهلي وعارف كل كبيرة وصغيرة وحافظ كل حاجة وعارف هو بيعمل إيه، وراجل هادي ورزين، وكلامه في الجون وأفعاله في الجون وصفقاته في الجون إن شاء الله دايما كده دايما كده. نجوم كبير وناس كتير وأعضاء جميلة جدا داخلين لهذه الاحتفالية، حاجة كبيرة جدا فعلا، احتفالية دكتور محمد شوقي والسيد محمد الغزاوي ولولي التايتل، وطبعا محمد دماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كان منذ قليل قدام حضراتكم، طبعا صحفيين وإعلاميين كبار جدا بيحضروا هذه الاحتفالية. أنا قلت لكم يا جماعة قبل كده إن النادي الأهلي الناس بتروح له، وقلت لكم قبل كده إن الناس بتعشق النادي الأهلي، قلت لكم قبل كده مش ذنبنا إن الناس بتحبنا، يعني كل الناس بيحبونا الحمد لله رب، وبيحبوا النادي الأهلي عشان النادي الأهلي يتحب، عشان اللي انتوا بتشوفوه قدام حضراتكم ده، عشان النادي الأهلي بيقدر قوي الناس اللي بتحبه، بيقدر قوي الناس اللي عارفة قيمته، بيقدر قوي الناس اللي تعبوا في النادي الأهلي واللي بيحبوا النادي الأهلي واللي بيدافعوا عن النادي الأهلي، بيقدر أي حاجة بصراحة بتتعمل للنادي الأهلي، عشان كده الناس بتحب النادي الأهلي، بتحبه بتاريخه، بتحبه بالتزاماته، بتحبه باسمه، ببطولاته، برموزه، بقاماته. يعني لو عدنا نجيب كده التاريخ من أول بسم الله الرحمن الرحيم في النادي الأهلي هتلاقوا كل الناس ناس محترمة جدا على قدر المسؤولية، ماليش علاقة بالشخصنة الشخصنة. يعني أنا كعبد الحميد حسن أنا طالع قدامكم إنسان بحاول إن أنا أكون على قد المسؤولية، ما حدش يدخل في حياة حد، أنا بتكلم على العموم، بتكلم على الظاهرة، بتكلم. وطبعا كان مهند مجدي من أمام حضراتكم من شوية، أنا يعني لو عدنا نعد كل الناس ما شاء الله، يعني كله هقول بالاسم بقى مش هنخلص ما شاء الله. قلت لكم ناس بتحب النادي الأهلي جدا، ارجع لموضوعي تاني، لو قعدنا نجيب من اول بسم الله الرحمن الرحيم في النادي الاهلي هتلاقي كل الناس محترمه جدا، كل الناس عمرها ما طلعوا تلفظوا باي لفظ غير لائق على الشاشات، عمرهم ما قالوا اي حاجه خالص لاي حد، عمرهم ما افتعلوا اي مشكله، بالعكس تماما، النادي الاهلي طول عمره في هدوء، طول عمره ساكت، طول عمرهم ناس محترمين جدا على مدار التاريخ، طول عمرهم بيشتغلوا بس، واللي يطلع يهاجم احنا بنرد، وبنرد بمنتهى الادب ومنتهى الاحترام، كل الاحترام لكل الناس، لكن في حدود، يعني اللي يتكلم يتكلم في حدود، واحنا ردنا في هذه الحدود. لكن الحمد لله النادي الاهلي بيقنع الجميع ان هو فعلا نادي يستاهل كل الاحترام ويستاهل كل الحب، عشان كده بتلاقوا الناس بتدعم النادي الاهلي ايا كان وسائل الدعم ايه، وسائل ماديه، معنويه، كتابيا، اعلاميا، ناس بتفتخر ان هي بتنتمي لهذا النادي الكبير. ان شاء الله بعد قليله تبدا احتفاليه النادي الاهلي بتكريم نجومه، واقول لكم برضو وافكركم بمعايير مجلس الاداره اللي حطها علشان يكرم مثل هؤلاء النجوم، اربع معايير حطها كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته للمكرمين. اول معيار انه يكون تخطى ال 75 عام، ثاني معيار انه يكون اشتغل في النادي الاهلي فتره لا تقل عن 10 سنوات، وثالث معيار انه يكون ختم حياته المهنيه في النادي الاهلي، ورابع معيار انه يعني يكون بعيد عن النادي الاهلي فعليا، ما يتقاضاش منه اي فلوس حاليا، يعني عشان كده يبقى فيه تكريم. لكن بعد كده في ناس ممكن تقول طب يا جماعه في ناس اشتغلت في النادي الاهلي اللي ما كملوش 75 سنه، اكيد هيبقى فيه تكريم ليهم قريب جدا، لكن ما شاء الله زي ما انتم حضراتكم شايفين في عدد كبير جدا من رواد النادي الاهلي ومن رموزه ومن كباره تخطوا ال 75 سنه، لازم نكرمهم في الاول، بعد كده نشوف الاصغر سنا فالاصغر سنا فالاصغر سنا، ان شاء الله طول العمر ليكم، ان شاء الله كله هيكرم زي ما قلت لحضراتكم برضو ان الكابتن محمود الخطيب هيكرم الناس اللي قدرت تيجي، وراح للناس اللي مش قادره تيجي ربنا يديهم الصحه ويديهم طول العمر، زي الكابتن الكبير كابتن عادل هيكل رمز من رموز النادي الاهلي ايضا، والكابتن الكبير كابتن صفوت عبد الحليم ربنا يا رب يشفيهم ويعافيهم ويقومهم بالسلامه، والكابتن ميمي عبد الحميد. هيبقى معانا لقاءات ان شاء الله مع هؤلاء
النجوم كابتن مصطفى يونس قدام حضراتكم ايضا نجم كبير من نجوم النادي الاهلي. ولو تلاحظوا يعني كل النجوم لو حتى حصل ايه يا جماعه بيرجعوا تاني لبيتهم بيرجعوا تاني لبيتهم بيرجعوا تاني لكيانهم الحمد لله يعني الحمد لله. واللي بخرج اعتقد اللي بخرج من النادي الاهلي بشكل غير لائق بيندم اشد الندم لما بيشوف هذه اللحظات التاريخيه. ولما بتكلم كابتن علاء ميهوب مش لابس بدله ليه يا كابتن علاء؟ ماشي كابتن علاء ميهوب انا مش هقول بقى انت تيشيرت جامد جدا يا كابتن علاء انت طول عمرك شيك يعني بس انا مش هقول. كابتن علاء ميهوب طبعا علاء الموهوب كان لعيب برده ولا اروع. كابتن اعتقد كابتن خالد جدالله اللي في الخلفيه ورا كابتن محمد يوسف طبعا نجم الاهلي لاعب ومدرب وحائز على بطوله افريقيا كابتن شطه كابتن عامر كابتن ماهر همام كابتن علاء ميهوب محمد سعيد شفنا لقاءات يا محمد بدل ما انت عمال تتكلم كده. قولوا لي يا جماعه الاسماء يا جماعه. كابتن مصطفى عبده انا شايف بعيد جدا. سياده الوزير عمرو فاروق الوزير السابق المهندس عادل القيعي اسماء كبيره كان نفسنا بقى كابتن حسام وكابتن سيد واللعيبه نجوم النادي الاهلي وكنا عايزين نشوف حسام غالي والناس النجوم الكبار دي ان شاء الله نشوفهم ان شاء الله في الاحتفالات القادمه باذن الله. انا عايز اسيبكم تستمتعوا لكن انا برضو يعني مش عايز اسيبكم كده يعني عايز اسيبكم شويه تستمتعوا باللقطات دي شويه صغارين يعني ممكن يا جماعه نعيشهم في الجو ده كده مع اغاني النادي الاهلي كده عشان يعرفوا مش الجماهير جماهير عارفه قيمه النادي الاهلي عشان الناس اللي هي دايما بتقول النادي الاهلي انتوا فرحانين بيه ليه كده لازم نفرح طبعا بالنادي الاهلي هو مين ما فرحش بالنادي الاهلي يا جماعه انا حتى لو يعني حتى لو في ناس مش اهلاويه لما يشوفوا المنظر ده هيتبسطوا اللي مش اهلاوي هيتبسطوا بهذا الشكل الجميل والاحتفاليه الجميله وتقدير النادي لرموزه وابنائه وولاده على كل حاجه عملوها كفايه انك فاكر بس حد اشتغل في النادي الاهلي مش بالعكس مش عايز اتكلم يعني واوضح اكتر من كده يلا يا جماعه سيبهم يعيشوا مع الاحتفاليه ممكن نشوف لهم بقى شويه مزيكا كده يلا يلا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره ويوم حافل يوم جميل يوم من تاريخ النادي الاهلي لن ينسى وسيبقى في الذاكره تكريم عائله الاهلي عائله الاهلي تشمل كل من خدم النادي الاهلي ولعب في النادي الاهلي عبر جميع السنوات وفي جميع الالعاب
معي في هذه اللحظات دكتور مصطفى عبده. نقدر نقول كلام كتير، نجم النادي الاهلي وكابتن الاهلي والمسؤول الحالي عن اللجنه المجتمعيه الخاصه بالنادي الاهلي، والتي من اختصاصاتها هذه الامور التي نحضر فيها الان داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، والحديث عن هذا المؤتمر وعن الطفره الانشائيه والمشروعات الهندسيه الجاري تنفيذها خلال الايام القليله القادمه. دكتور مصطفى، برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. احنا سعداء بهذا اليوم، يوم من تاريخ النادي الاهلي مع جمهور النادي الاهلي، تعليق حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بمس عليك وعلى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي وعلى جميع النادي الاهلي. النهارده يوم الانتماء، يوم التكريم، اجيال احنا ما شفناهاش وغيرنا ما شافهاش، لكن النهارده بنقول لهم انتوا موجودين معانا في قلوبنا، موجودين معانا باجسادكم، موجودين معانا بانجازاتكم، موجودين معانا باللي انتوا اسعدتوا بيه جماهير النادي الاهلي، مش الفتره دي، الفترات السابقه. هو ده النادي الاهلي، هو ده اسمه بيت العائله، بيت النادي الاهلي. الكبير بيفتكر الصغير والصغير بيفتكر الكبير، وعمليه التكريم هو تكريم ادبي. بنقول للاجيال كلها ان اللي خدم النادي الاهلي، اللي حط طوبه لبنه صغيره في جدار النادي الاهلي، هيفضل موجود في الـ في الـ في, الـ في القلب، هيفضل موجود في الاذهان. النادي الاهلي نادي كبير قوي، وما يحسش بيه الا اللي لبس الفانيلا وراوى النجيله الخضراء بعرقه، لان النادي الاهلي ده كيان كبير قوي. فكره رائعه لما نربط الماضي بالحاضر بالمستقبل. الماضي تكريم النجوم القدامى اللي اثروا الحياه الرياضيه في النادي الاهلي وفي مصر، والحاضر اللي احنا فيه دلوقتي داخل مقر النادي بالجزيره، والمستقبل اللي هو ما هو قادم خلال الايام القادمه من خلال مشروعات هتعبر عن شكل وقيمه النادي الاهلي، بحيث ان اللي يقدر يعدي قدام المبنى ده يعرف ان ده مبنى النادي الاهلي، اللي يعدي قدام المقر ده يعرف ان ده النادي الاهلي. هقول لك حاجه، انا يوميا بحمد ربنا اللي انا طلعت لقيت نفسي كنت لعيب في النادي الاهلي، وهفضل طول عمري اخدم النادي الاهلي بعيد عن اي حاجه، لان النادي الاهلي علمنا ازاي الانتماء، علمنا ازاي ان احنا نخلص في عملنا، علمنا الـ 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 كل شيء جميل في الحياه النادي الاهلي علمهولنا. فالنهارده تواجدنا كلنا احنا، انا في اجيال اللي هي بتتكرم النهارده دي احنا ما شفناهاش، كنا بنسمع عليها، فالنهارده عشان نقعد معاها ونكلمها ونكرمها، هو ده النادي الاهلي. عشان كده النادي الاهلي في حته بعيده قوي، مع احترامي لكل انديه مصر، في حته بعيده قوي عن كل الانديه اللي موجوده. النادي الاهلي هيفضل طول عمره النادي الاهلي مبادئه بالكيان بتاعه باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي اكبر من اي اسم حتى بيتكرم النهارده، عشان كده هيفضل النادي الاهلي هو النادي الاهلي، مش هيتغير في كل شيء بيتعمل في مصر من خلال مؤسسه كبيره زي مؤسسه النادي الاهلي. فربنا يخلي لنا مؤسسه النادي الاهلي، مؤسسه النادي الاهلي الرياضيه دكتور مصطفى. لكن امتى مؤسسه الاهلي المجتمعيه؟ عايزين نقول الخبر ده او نعلن الموضوع ده لجمهور النادي الاهلي عبر قناه النادي الاهلي. احنا ان شاء الرحمن انا بنشهر دلوقتي مؤسسه التنميه المجتمعيه للنادي الاهلي، وبعد ما نوفي مع اعضائنا في النادي الاهلي سواء اللاعبين القدامى او اولاد اللاعبين او اولاد الموظفين او اولاد العمال او اولاد الشهداء اعضاء النادي اللي هم الجيش والشرطه، احنا عاوزين نعيش الناس عيشه كريمه، لان ده النادي الاهلي عودنا على كده. فادعوا لنا ان احنا بنشهر المؤسسه بعد كده، بعد ما نوفي مع اولادنا هنا داخل النادي الاهلي هنبدا نطلع للمجتمع المدني، لان المجتمع المدني محتاج مننا كتير قوي. ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي زي ما هو رياده في كل شيء من خلال المؤسسه. وانا الحمد لله بشكر مجلس الاداره على قيادته الكابتن محمود الخطيب ان خلاني على راس المؤسسه. ربنا يقدرني ان شاء الله ونعمل حاجه نرضي بيها ربنا الاول ونرضي بيها عشاق الفانيلا الحمراء داخل النادي الاهلي وخارج النادي الاهلي. دكتور مصطفى، انا سعيد ان انا موجود معاك مع المجري. كلمه المجري دي طبعا كان يعني اسم كبير جدا بيتقال في الملاعب المصريه، وما زلت مجري في الرياضه المصريه والكره المصريه. ربنا يخليك يا ابو حميد، ودايما كده ان شاء الله موفق كده حبيبي. شكرا حبيبي. ده كان لقاءنا مع الدكتور مصطفى عبده، لكن احنا لسه مستمرين معاكم، لان معايا دلوقتي محمد عامر نجم النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي. كابتن عامر ازيك؟ اولا كل سنه وانت طيب وكل النادي الاهلي بخير وبخير دايما يا رب. وانت بالف صحه وسلامه، والناس في النادي الاهلي كلهم طيبين، ويعني النادي الاهلي شوف بيجمع الاحباب ازاي النهارده، وكل قدام النادي الاهلي موجودين، وسواء جيلنا او الجيل اللي قبلينا او الجيل اللي بعدينا،
فيعني حاجه جميله، وانا بقول لهم يا ربنا يديكم الصحه ونكرمكم مره واثنين وثلاثه واربعه ونتجمع كده في انتصارات النادي الاهلي اللي هي يعني الحمد لله في عهد كابتن محمود الخطيب. النهارده خدنا الدوري وبطوله افريقيا الطايره، يعني الحمد لله قدومهم خير على النادي الاهلي، وان شاء الله يكون خير في الاعوام القادمه ان شاء الله باذن الله. خير على دوم الوردين. لكن عائله الاهلي ماذا تعني يا كابتن عامر؟ عائله الاهلي بتعني المبادئ والقيم والاخلاق والتلاصق الكبير جدا والتعاون في تحقيق هدف واحد هو النجاح في كل مجالات اللي بياخدها النادي الاهلي، سواء في الناحيه الرياضيه او الناحيه الثقافيه في اي مجال من المجالات، وده واضح في الاستقرار الفني والاداري في النادي الاهلي. وبشايره كانت السنه دي، احنا بنقولش السنه دي بس، احنا طبعا النادي الاهلي نادي القرن ودايما بيحطم الارقام، احنا كمان هنحطم رقم في عدد فوز النادي الاهلي في الدوري السنه دي. لو فوزنا الماتش اللي جاي هنحطم عدد مرات الفوز المتتاليه على السنين اللي فاتت. فده طبعا ده نتاج من استقرار فني واداري في النادي الاهلي على مدار السنين اللي فاتت وعلى مدار السنين الجايه ان شاء الله باذن الله. كل المعاني دي يا كابتن عامر بتمثل معنى واحد، القيم والمبادئ بتاعت النادي الاهلي اللي دايما وما زلنا بناكد عليها وبنقولها، ودي اللي بتتمثل في القاعه اللي احنا فيها في العرض اللي موجود ده كله. ايوه، لا دايما النادي الاهلي، واحنا اتربينا في النادي الاهلي. لو 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 انا واحد من الناس جاي، كنت جاي من كفر الشيخ وجاي بوسم 77، خدت مع النادي الاهلي بطولات كتيره في خلال 10 سنين لغايه 87. النادي الاهلي بيعلمنا على مدار السنين اللي فاتت، علمنا حاجات كتير جدا، علمنا ازاي كل واحد يشوف شغله، كل واحد يبقى ملتزم بعمله، علمنا ازاي ان احنا نبقى حريصين على 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 اسعاد جماهيرنا، علمنا ازاي على ان احنا نبقى عندنا الرغبه في التقدم، الرغبه في الفوز، الرغبه في تحقيق البطولات. وده اللي ادانا الميزه عن كل الانديه، يعني النادي الاهلي في مكان وكل أندية أفريقيا في مكان تاني خالص، لأن النادي الأهلي النهارده نادي القرن، نادي بي 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 يعني صارع ريال مدريد في 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 في, في البطولات، صارع أندية عالمية كتيرة قوي في البطولات. فده نتاج القيم والأخلاق والمبادئ للنادي الأهلي بيتسم بيها. شكرا كابتن عامر، شكرا جزيلا. كابتن محمد عامر زي ما أنتم سمعتونا دلوقتي في هذا الحديث كان بيتكلم عن أمور كثيرة جدا، لكن معايا كابتن محمد الغزاوي، يعني علامه من علامات التنس في النادي الاهلي. انا سريعا معاك لان الكابتن محمود الخطيب خلاص هيبدا المؤتمر الصحفي، لكن عائله الاهلي كان معانا نجوم كره القدم، لكن برضه التنس في النادي الاهلي تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي وفي مصر وافريقيا. اولا مبروك لاعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ورموز النادي الاهلي اللي موجودين النهارده معانا. يعني تكريم النهارده هو تكريم بيرد جزء من الدين لكل رموز النادي الاهلي اللي ادوا النادي الاهلي كتير ورفعوا اسم النادي الاهلي، وان شاء الله تكون عاده بتتكرر كل سنه، ان شاء الله هنكرم رموز من النادي الاهلي. واكيد لينا حديث تاني بعد المؤتمر وبعد التكريم، لان كابتن خصيب خلاص على وصول لقاعه المؤتمر الصحفي. ان شاء الله باذن الله. اشكرك، ميرسي، شكرا. يعني دي كانت لقاءاتنا كابتن ميدو داخل القاعه هنا في مقر النادي الاهلي الجزيره، حدث مهم جدا. لكن سريعا انقل لك الكلمه كابتن ميدو خلاص، لان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على وشك الوصول والدخول الى القاعه لبدء مراسم المؤتمر وتكريم نجوم كره القدم، وايضا الحديث عن المشروعات النادي الاهلي. ان شاء الله دقائق قليله ويبدا هذا الاحتفال الكبير جدا. زي ما حضراتكم شايفين نجوم كتير جدا، شفتوا لقاء الكابتن مصطفى عبده نجم النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، حاجه جميله جدا، بيتكلم ان هو ممكن او مش ممكن ان شاء الله في اشهار لمؤسسه التنميه المجتمعيه بالنادي الاهلي علشان يخدم ابنائه زي ما قال على حد قوله، علشان الناس تعيش عيشه كويسه ان شاء الله تبقى حاجه او بدايه خير، وكمان يخلص موضوع النادي الاهلي ويطلع كمان على كل مصر، حاجة
يعني حاجه مش محتاجه اتكلم عليها ومش محتاجه اتكلم عليها، هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي بيحس بولاده، بيحس بكل الناس، حاجه بيعملوها حاجه حلوه جدا يا رب تكمل وتبقى مساعده من النادي الاهلي، او مش مساعده، واجب من النادي الاهلي ان هو يعمله مع ابنائه وايضا مع ابناء مصر كلها. شفنا كمان الكابتن عامر، خلاص بدانا يعني يقولوا لي اول ما الكابتن محمود خطيب رئيس النادي الاهلي قولوا لي على طول نطلع على طول على هذا او هذه الاحتفاليه الجميله، ان شاء الله تكون جميله ويبقى فيها مفاجآت ويبقى فيها ارضاءات لكل الناس اللي تعبت في النادي الاهلي وكل الناس اللي اشتغلت في النادي الاهلي اللي بيكرمهم الكابتن محمود الخطيب النهارده. شفنا الكابتن عامر زي ما قلت لحضراتكم برضو بياكد على النادي الاهلي، والكابتن مصطفى عبده بيقول الحمد لله انا اتولدت او ان انا اشتغلت جوه النادي الاهلي، وقال لك كمان ان اهم حاجه ان احنا نعمل شغل يرضي ربنا. هتسمعوا الكلمه دي كتير جدا يا جماعه وسمعناها كتير جدا، اهم حاجه فعلا الشغل يرضي ربنا قبل ما يرضي اي حد. ان شاء الله كابتن مصطفى كل التوفيق لحضرتك في هذه المؤسسه تنميه التنميه المجتمعيه ان شاء الله اللي هتقام بالنادي الاهلي واللي بداوا فيه اشهار. يعني التنميه المجتمعيه معموله في انديه كبيره في العالم، ليفربول، مانشستر يونايتد، اعتقد في انديه كبيره جدا بيساعدوا او واجبهم ان هم يقفوا جنب كل من انتمى للانديه اللي ذكرتها لحضراتكم منذ قليل، وبتهتم باللعيبه القدامى، بتهتم بالجماهير كمان، اكيد ليها دور مجتمعي كبير جدا جدا. اطفال، شيوخ، كبار، شباب محتاجين، اي حد منتمي للنادي اللي بتقام فيه مثل هذه الجمعيات، وبعد كده لما الدنيا تبقى جميله في الانديه بيبدا يبص على كل الناس اللي محتاجه اي، مش عايز اقول مساعدات، محتاجه ان احنا نقف معاهم، واجبنا. طالما في الحمد لله خلاص خلصنا نادينا، يعني يبقى في مشاركه في التنميه. ماشي، بعد قليل يا او يلا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي هيفتتح هذا او هذه الاحتفاليه الكبرى، ان شاء الله تكون احتفاليه تليق باسم النادي الاهلي واسم محمود الخطيب. يلا بينا. يعني بدا خلاص المواقع دي كلها اتسلمت وبدانا هنشتغل على طول بشكل مباشر. المفروض ان مواعيد الافتتاحات ان شاء الله باذن الله من 6 شهور ل8 شهور، بس تباعا طبعا على حسب التحركات. الحمد لله رب العالمين. في كمان شغل تاني بيتجهز دلوقتي للسنه اللي بعديها، احنا دي المرحله الاولى بتاعت السنه الاولى، في ملفات اخرى الحقيقه احنا كمان شغالين عليها الفتره الجايه، عقود الرعايه، البث الفضائي، قناه النادي الاهلي، في اجتماع بكره لمجلس اداره القناه، مجله النادي الاهلي بشكلها الجديد ان شاء الله باذن الله اللي برضه هيتحرك، ملفات كلها مفتوحه بشكل عام بشكل كبير جدا. الحمد لله كل مجلس اداره الحقيقه بيشتغل على قلب رجل واحد، مجموعه عمل متكامله الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله باذن الله نتمنى ان شاء الله ان جمهور النادي الاهلي واعضاء براديين. عندنا كمان حلمنا الحلم الكبير للاستاد اللي الكابتن محمود يمكن النهارده نوه ان احنا مش هنعلن الا في توقيتات، احنا بنكمل كل الملف كامل دلوقتي خلاص وشغالين فيه بشكل قوي جدا باذن الله رب العالمين، وهيبقى في مفاجاه كبيره جدا 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 خلال الاسابيع الجايه ان شاء الله باذن الله رب العالمين لاستاد النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. حاجات رائعه كمان يا معالي الوزير، يمكن موضوع فيروس سي ده وموضوع المفاجاه الطبيه دي حاجه رائعه جدا، موضوع مهم جدا، وده كان جزء من الملف والمهم برنامج عائله الاهلي، وازاي النهارده انت بتدعم اعضاء النادي الاهلي بان انت بالفعل بتوفر لهم النواحي الطبيه بشكل عام، التحاليل كلها مجانيه بالكامل، حتى العلاج ان شاء الله باذن الله رب العالمين مجاني، الحقيقه في دعم كامل ليه من النادي بشكل مختلف، كمان الجماهير هيبقى ليها الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله تصور للمرحله الثانيه دي معانا، يمكن الكابتن محمود النهارده اتحرك في جزء خاص بيه هو شخصيا الحقيقه، يمكن ان هو يبقى سفير لهذه هذا الموضوع فيروس سي، ويمكن ده برضو جزء من اللي يوريك قد ايه التداخل ما بين النادي الاهلي وما بين مؤسسه الدوله، لان الدوله نفسها وسياده الرئيس نفسه بيتحرك على الملف ده بشكل قوي جدا وبدا يفعله بشكل قوي جدا وبيلفوا بيه المحافظات وبيتحركوا، فالنادي الاهلي جزء من المجتمع المصري، هو ده التملي اللي بيفرق النادي الاهلي الحقيقه عن بقيه المؤسسات، انه بيتحرك بشكل كامل بشكل فيه وطنيه كامله، بيتحرك على كل الملفات. اعتقد ان هيبقى فيه مفاجات كثيره جدا الفتره الجايه، احنا بنشتغل مكملين شغل
الحمد لله نعمه من عند ربنا. احنا بنشتغل، عايز اقول احنا واقفين على ترتيب صوابعنا فعلا حقيقي. كميه اجتماعات مجلس اداره، كميه اجتماعات مكاتب تنفيذيه ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي ان يكون بهذا الكم وبهذا العدد في خلال 3 شهور. ملفات كلها، مخططات بتتعمل، تحليل كامل لكل الملفات، ترابط في الملفات كلها، لجان بتشتغل، شباب النادي الاهلي حتى بدا يتعاون مع مجلس الاداره، لجان حتى البطولات اللي بتنظم شباب النادي الاهلي اللي بينظمها، حتى الاحتفاليات اللي في البطولات النهارده الفرق بتاعه النادي الاهلي هي اللي بتفتتحها. كل الكلام ده الروح اللي بنجتهد ان احنا نوجدها بشكل قوي جدا في النادي الاهلي بتكامل كامل، اعتقد ان شاء الله هيبقى نتائجها سريعه جدا. احنا بقى لنا 3 شهور بس، وان شاء الله باذن الله هيكون في افضل وافضل الفتره الجايه باذن الله. عامر بيه، اشكرك يا فندم، ميرسي جدا. كل الشكر والتقدير طبعا من جديد لمعالي الوزير رياضه السابق طبعا عامر فاروق، نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. زي ما بنقول، مش هنقول مؤتمر، هنقول لقاء هام ولقاء محبه ولقاء خاص مع اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. وزي ما شفنا التكريم الرائع طبعا من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي لكافه الرموز وكافه النجوم اللي شاركوا في جميع الالعاب، وليس كره القدم فقط، لا، شفنا في السكواش، في كره اليد، في الكره الطائره. ده اللي منتظرينه فعلا من مجلس اداره النادي الاهلي. لسه اعضاء النادي الاهلي يعني عندهم ثقه كبيره جدا خلال الفتره القادمه يشوفوا حاجات كتيره جدا تحت القياده طبعا المميزه ليها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. اكيد هكون مستمرين معاكم وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولقاءات خاصه هنا عقب اللقاء الخاص طبعا بالنادي الاهلي. شكرا ليك زميلي كريم احمد. مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، يوم ولا اروع، يوم في تاريخ النادي الاهلي، تاريخ مبادئ التطوير. لكن الكلمه في النهايه لرواد النادي الاهلي اللي اسنوا وبالتاكيد شاركوا في حياه النادي الاهلي عبر جميع الالعاب، سواء الالعاب الفرديه او الالعاب الجماعيه. معي في هذه اللحظات كابتن عبد اللطيف ابراهيم، احد النجوم الكره الطائره في النادي الاهلي جيل الستينات. كابتن عبد اللطيف، انا مبسوط اني موجود معاك، وكل جمهور الاهلي مبسوط ان احنا بنشوف الرموز اللي كان لهم دور في تاريخ النادي الاهلي. ربنا يديكم الصحه والعافيه، واحنا عملنا مقدمه وانت عليك الباقي بقى. اولا عايز اعرف تعليقك على هذا التكريم وعائله الاهلي، يعني هذا التكريم ياتي في اطار خطه عائله الاهلي اللي بترسمها اداره النادي. حاجه لم يسبق لاي حد يعمل الحاجات دي غير النادي الاهلي، وهو سباق في كل حاجه ماشيه مع الزمن كمان. ونشكر جميع العاملين بالنادي الاهلي على الحفاوه وجود الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي معاكم النهارده ودرع التكريم وشعار الاهلي فوق الجميع كمان يا كابتن عبد اللطيف. فوق كل حاجه طبعا، مش عاوز اقول لحضرتك يعني يمكن كلام ما يطلعش، انما ده حاجات سابقه في المدارس او تقدمها في النادي الاهلي. هو النادي الاهلي ولا يعلى على النادي الاهلي. تمام، انا بشكرك. وكلمه اخيره منك النهارده وانت موجود في النادي الاهلي وبتقرم كجيل الستينات اللي كان موجود في النادي الاهلي. سلام، نشكر جميع العاملين بالنادي الاهلي بعماله ورجالته وكل اللي فيه على ما قدموه لنا من الحفاوه، حاجه جميله باذن الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. عوده من جديد لزميلي كريم احمد، واستكمالا للقاءات هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. تحياتي لكم من جديد لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن معانا قامتين كبار جدا في النادي الاهلي، ابدا طبعا بكابتن الكبير الكابتن شريف عبد المنعم وكابتن الكابتن اسامه حسني. كابتن شريف طبعا احد النجوم للنادي الاهلي النهارده، عايز اخد انطباعك كعضو للجمعيه العموميه، بتشوف التصريحات، الانشاءات، التكريم لمجلس اداره النادي الاهلي، المفاجاه الطبيه كمان لموضوع فيروس سي، حاجات كتيره جدا ورائعه جدا. شايف النهارده اليوم ازاي بالنسبه لك؟ مفاجاه كتيره في 3 اشهر، يعني ما شاء الله الحاله اللي في مصر كلها من انتخاباتنا وبنثبت للعالم كله ان احنا قادرين على مصيرنا بايدنا. ليه شخص كابتن محمود الخطيب والجمال والحب وكيان ومبادئ والنادي الاهلي، بقالنا كتير قوي ما شفناش التطور ده، ما شفناش الفكر ده، ما شفناش الاستثمار ده، ما شفناش الحب الداعم ده للنادي، مع احترامي لكل الرؤساء اللي كانوا موجودين. ايه الناس اللي بتجري علينا دلوقتي دي؟ ايه الحب اللي محبوب فيه محمود الخطيب وهو في الملعب؟ ما شاء الله، الله اكبر، يعني ربنا يديله صحه طبعا، دي بيتضرب عين كل 5 دقايق. ليه؟ لان هو الحقيقه خد من كل الناس اللي حكموا النادي في مجلس الاداره قبل كده، خد من كل حاجه، خد من كل الدنيا. فهو النهارده بيدينا رساله صغيره في 3 اشهر، اللي بيحب النادي الاهلي يبقى هو ده. من تكريمات بقى، من دعمات صحيه، من الراجل مزخر نفسه للنادي الاهلي، خلاص يعني كل الاحترام وكل التقدير ليه، كل الاحترام الاكثر لانسانيته اللي هي موجوده، والدعم الكبير لمجلس ادارته الحقيقه الاحترافي اللي هو موجود. فانا مش بشكره بس، انا سعيد ان انا كنت موجود النهارده في المهرجان، ولو ما كنتش جيت كان هيبقى فاتني كتير قوي.
كابتن شريف طبعا بروح لكابتن اسامه طبعا. كابتن اسامه يمكن شهادته مجروحه شويه يا كابتن شريف طبعا انت عارف، لكن انا هسأله كعضو مش هيتكلم اكتر من حاجه. اسامة طول عمره يعني من احسن الناس اللي لعب كوره في النادي الاهلي بعيدا عن اي حاجه احنا عارفينها يعني طبعا. فده شخصيه جميله جدا، الناس المحبه جدا. هدف كاس مصر 2007 كان واللقطه بتيجي بعد وهو بيجيب الجول ده حاجه. اتفضل يا كابتن. اتفضل كابتن اسامه حسني طبعا كابتني وواحد من نجوم النادي الاهلي. كابتن اسامه النهارده يمكن بتشوف كعضو للنادي الاهلي وليس لاعب كره في النادي الاهلي، بتشوف الامر ده ازاي كابتن اسامه؟ الانشاءات الجديده اللي احنا منتظرينها، موضوع الطبي والمفاجاه الطبيه الرائعه جدا اللي فعلا كنا منتظرينها من كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره، بتشوف اليوم بشكل عام النهارده ازاي كابتن اسامه؟ والله النهارده يعني زي ما كابتن بيقول شهادتي مجروحه، لكن يعني النهارده كابتن محمود خطيب زي ما كان بيمتعنا في الملعب باهدافه، النهارده بيمتعنا بكلمته للجمعيه العموميه واعضاء النادي الاهلي. لفته طيبه جدا النهارده مفتقدينها الفتره اللي فاتت، ان نشوف ان النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب بالمجلس الاداره يكرم قدام النادي الاهلي، الناس اللي اعطت على مدار سنوات طويله النادي الاهلي، الناس اللي اخلصت وعملت على رفع اسم النادي الاهلي، النهارده يبقى ليها يوم تكريم. والنهارده مش اخر يوم تكريم، بالعكس هيبقى في ايام التكريم ممتده وهيتم تكريم اعداد كبيره جدا من الناس اللي خدمت النادي الاهلي. النهارده برضو شفنا لفته طيبه جدا، يعني حاجه تليق باعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي، التطورات اللي هتتم من اسوار وبوابات ومباني اجتماعيه جوه النادي ومساجد، فدي حاجه كويسه. وهم بيكملوا برضو يعني ما بيقولوش احنا اللي عملنا ده، لا ده بيكملوا مجال السابقه، دايما الاجيال يعني بتتواصل مع بعضها كلها. انا يعني كابتن محمود الخطيب قريب منه جدا، عنده الام صعبه جدا على ظهره، لكن هو بيتحامل على نفسه جاي على نفسه، ده كله علشان النادي الاهلي وخدمه اعضاء النادي الاهلي. وهو كان في الندوات قبل ما يتم انتخابه قال كلمه بسيطه، قال انا عمري ما هغامر باسمي ولا بتاريخي ولا باسم محمود الخطيب عشان اوعد بحاجات عمرها ما تتم. النهارده كل اللي بيقوله فعلا بيتم النهارده على ارض الواقع، وهو عايز يحط النادي الاهلي دايما في اعلى مكانه. شكرا شكرا كل شكر التقدير طبعا لكابتن اسامه حسني وكابتن شريف عبد المنعم. اروح طبعا لي زميلي محمد سعيد ولقاءات خاصه هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. شكرا ليك يا كريم. معي في هذه اللحظات اثنين من عمالقه النادي الاهلي، الالعاب مختلفه لكن اثنين كان لهم تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي. دكتور طه اسماعيل نجم كره القدم في النادي الاهلي ومصر، وسياده اللواء علي كامل نجم السباحه في الخمسينيات. اولا الاثنين كانوا زملاء في المدرسه وفي نفس الوقت كمان في النادي الاهلي، اسروا الحياه الرياضيه في مصر وفي النادي الاهلي من خلال العاب مختلفه كره القدم والسباحه. دكتور طه انا مبسوط ان معاكم النهارده وسياده اللواء، وعايز اعرف مشاعركم واحاسيسكم في هذه اللحظات. والله طبعا ما فيش شك يعني هي مشاعر فيها نوع من الفرح الكبير والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ولاعضاء النادي الاهلي في هذا التكريم اللي يعني بيعطي للناس اللي ادت للنادي الاهلي خدمات حقها من التكريم. وايضا يعني الواحد بيفتخر ان هو بينتمي الى النادي الاهلي اللي اطفى علينا الشهره والشهره الكبيره، مش بس احنا كمان لعبنا لكن ايضا احنا استفدنا من اسم النادي الاهلي الكبير. وفي نفس الوقت انا بعتبر ان ده عمليه تربويه على اعتبار ان الناس الصغيرين يحسوا ان هم يأدوا بشكل كبير جدا، لانه في النهايه هيكرموا التكريم اللائق بيهم في المستقبل، ودي نقطه تربويه كبيره جدا بالنادي الاهلي، ودي من مبادئ النادي الاهلي الكبير دايما. بتقول لي سياده اللواء بعد اللقاء النهارده بقالكم كتير؟ انا سعيد بلقائي بيه سعاده غامره جدا، وجماعتنا صدفه رائعه، جماعتنا احنا الاثنين الصدفة الجميلة ان احنا بنكرم من قبل النادي الاهلي، سواء احنا في العاب مختلفة لكن في نفس الوقت كرمنا التكريم اللائق به. وانا بقول ان دي لحظة لقاء جميل جدا في مناسبة يعني جميلة بالنسبة لينا احنا الاثنين يعني، فانا سعيد بهذه النقطة. الله يخليك يا حبيبي. طبعا انا سعيد بلقائي مع دكتور طه. انا وهو في فرقة واحدة، فرقة كرة القدم في مدرسة مصر الجاية الثانوية، هو انسايد ليفت وانا وينج ليفت. انما نتكلم عن تاريخ السباحه بقى. انا بدات اول بطوله خدتها مع النادي الاهلي كانت تحت 10 سنين سنه 1947، خدت فيها بطوله 50 متر فراشه و50 متر حره. ووصلت بطل من الناشئين لغايه سنه 1953 وانا بطل الناشئين. ثم طلعت الى عموم الرجال، استلمت بطولة مصر اعتبارا من 1956 بطل مصر في سباحة الفراشة، إلى أن بطلت
1961 الى جانب سباحه الفراشه كنت عضو كره الماء في نادي الاهلي، وبعدين بطلت السباحه، رجعت تاني للسباحه بعد ما طلعت معاش من شغلي وابتديت امارس سباحه الاساتذه. اشتركت في اشتراحة الأساتذة سو ما اشتركت، اشتركت في 4 بطولات عالم، بطولة العالم في إيطاليا ريتشوني، ثم بطولة العالم في تورين في إيطاليا برضو، ثم بطولة العالم 2014 في كندا، ثم بطولة العالم في المجر، آخرها كانت في المجر في أغسطس اللي فات، حصلت على ميدالية 5 العالم في سباحة الفراشة. أنا لسه راجع بقالي أسبوع بالظبط من بطولة في ألمانيا منتخب مصر، كنت بمثل النادي الأهلي في هذا المنتخب، وخدت 5 ميداليات متنوعة بين ذهب وفضة وبرونز. تاريخ طويل مع سباحة النادي الأهلي ومصر، لكن كلمة في الختام تقولها لأسرة النادي الأهلي والتكريم النهاردة. أسرة النادي الأهلي ما بتنساش اللي هم اساس السمعه الحلوه اللي واخدها النادي الاهلي، لان احنا طول عمرنا بنتشرف بان احنا بنمثل النادي الاهلي، وطبعا تكريم من كابتن زي كابتن الخطيب يعلم ما هي الرياضه بالنسبه لاعضاء النادي، ويحاول يبث فيهم الروح اللي احنا فيها دي النهارده. شكرا جدا سياده اللواء، سعداء بوجودك معانا وسعداء بوجود كل المكرمين النهارده في النادي الاهلي. عوده من جديد للزميلي كريم، اللي بعد دقائق قليله هيكون معايا لقاء هام جدا مع دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وهنتكلم في امور تخص العديد من الامور الانشائيه اللي اتكلم عنها الكابتن محمود الخطيب بالتصميمات الهندسيه والفروع سواء فرع مدينه نصر والشيخ زايد وايضا مقر النادي الاهلي بالجزيره. اليك الكلمه كريم. شكرا ليك يا زميلي محمد، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. من جديد بينضم لنا طبعا في هذه اللحظات كابتننا الكبير الكابتن عزت ابو الروس، احد نجومنا طبعا الكبار النهارده. يمكن سعداء ان احنا بنشوفك وبنشوف الكوكبه الكبيره طبعا من نجومنا النهارده، بيمثلك ايه التكريم من الكابتن محمود الخطيب، وبتشوف التجمع ده ازاي يا كابتن عزت؟ الحقيقه هي مناسبه جميله جدا وليها فوائد كثيره جدا، يكفي انك بتشعر ان النادي الاهلي لا ينسى اولاده، دي مهمه جدا. حاجه ثانيه انك جمعتني مع زمايل بقالي يمكن سنين ما شفتهمش، وبالتالي هتلاقي ذكريات جميله بتمر قدام الواحد، فاعتقد ان ده يوم لا يعوض. لو بنتكلم بشكل عام على اللقاء الهام النهارده مع الاعضاء، وبتشوف حضرتك طبعا وتابعت الطفره الانشائيه اللي هيكون فيها النادي الاهلي، التعاون الكبير مع المستثمرين، موضوع اللجنه الطبيه وفيروس سيدا، بتشوف الكلام ده في ظل 3 شهور وعد يعني وقت قليل جدا من تولي مجلس الاداره، بتشوف الامر ده ازاي يا فندم؟ انجاز عظيم ويدل على إيجابية ورغبة في أن النادي الأهلي دايما يبقى هو فوق الجميع. رسالتك إيه لمجلس إدارة النادي الأهلي الفترة القادمة؟ عايزين نشوف النادي الأهلي في أبهى صوره خلال الفترة القادمة. كابتن عزت ممكن تقول إيه لمجلس إدارة النادي الأهلي الفترة القادمة؟ أقول له شد حيلك، واللي احنا شفناه النهاردة نرجو من الله أن احنا نشوفه على الطبيعة. عفوا يا حبيبي. كل الشكر والتقدير من جديد طبعا للكابتن عزت ابو الروس احد كباتننا الكبار، وهيكون معانا اكيد خلال لحظات ايضا لقاءات عديده هنا بعد انتهاء اللقاء الخاص مع اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. عوده ليك زميلي محمد سعيد. شكرا ليك يا كريم. معي في هذه اللحظات دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والحاصل على الماجستير في الإدارة الرياضية من جامعة ريال مدريد والمشروعات الهندسية وإدارة المشروعات الهندسية من الجامعة الأمريكية. دكتور محمد برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، وهذا المؤتمر زي ما اتكلمنا عن التكريم وتكريم الرواد واللي أسنوا واللي كان لهم دور في تاريخ النادي الأهلي، نتكلم بقى عن الجزء الهندسي والجزء الإنشائي اللي كان محور هذا اللقاء، واللي كابتن خطيب وصفه إن هي كلمة أو لقاء مع الجمعية العمومية مع جمهور النادي الاهلي. الحمد لله طبعا المؤتمر مشي بشكل كويس، او زي ما الكابتن محمود قال هو لقاء مش مؤتمر، يمكن مع الساده اعضاء النادي الاهلي وبنخاطب فيه كل اعضاء وجماهير النادي. الحمد لله يمكن اليوم مشي بشكل حلو. طبعا بالنسبه للجزء الخاص بالمنشآت الهندسيه او تطوير المنشآت دي، يمكن الحمد لله زي ما كابتن خطيب قال كانت من اول يوم، يعني من قبل الانتخابات كمان، واحنا فكرنا في برنامج عائلة الاهلي وبرنامج الانتخابي ان احنا يبقى شخصيه النادي الاهلي والايدنتيتي بتاعت النادي الاهلي تكون موجوده جوه مباني. عايزين ما يميز النادي الاهلي، النادي الاهلي نادي عريق، نادي كبير، تاريخه عظيم. طيب احنا ازاي نجسد ده بشكل ملحوظ، بشكل ظاهر للناس؟ فيمكن كان من ضمن الافكار ان احنا نحط ونجسد شخصيه النادي جوه المباني، النادي تبقى داخل النادي الاهلي سواء في الجزيره، في مدينه نصر،
الشيخ زايد حاسس ان انت جوه النادي الاهلي، لانه يعني النادي الاهلي دايما بنعتبره مميز عن اي نادي اخر، يعني يمكن دايما بنعتبر النادي الاهلي الرياده، فده عايزين برضو يبقى ظاهر جوه شخصيه، جوه مباني النادي الاهلي بشخصيته. ده اللي اشتغلنا عليه بشكل كبير الحمد لله، وعرضناه النهارده يمكن عليكم يعني، ورب يكون عجب الناس. يعني التصميمات الهندسيه لشكل بوابه الاهلي وسور النادي والمبنى الاجتماعي، الامور دي انا عارف انك اشتغلت عليها من فتره كبيره، يعني حتى كان ليك يعني اجتهاد شخصي في هذه المساله، ومتعلق بدراستك كمان والماجستير اللي حصلت عليه. وكمان ابدا بالجزئيه دي لاني عايز اروح لجزئيه جامعه ريال مدريد كمان. تمام. لا هو طبعا انا كابتن محمود يمكن قال الكلام ده النهارده وانا بشكره جدا، هو يعني الحمد لله يعني كان اثنى على اداء الجميع، سواء المجلس او اعضاء المجلس، بنشتغل كلنا شغل جماعي، وسواء الناس اللي ورا المجلس كمان اللي هي بتشتغل معانا من قلبها بدون اي حاجه، ما تكون موجوده جوه النادي او مش موجوده، فهو ده اللي بيميز النادي الاهلي. والحمد لله يعني يمكن كابتن خطيب هي دي الروح دايما اللي بيخليها ما بيننا، ده دايما بيطلع ما هو افضل للنادي. فده اللي الحمد لله اشتغلنا عليه يا محمد، زي ما انت قلت كانت فكره من ضمن الافكار ان احنا هنحط شخصيه النادي الاهلي جوه المباني، يبقى ده ظاهر في مبانيه، يبقى ظاهر في منشاته، واشتغلنا عليه وقدمنا يمكن ده في المؤتمر الصحفي قبل كده زي ما كابتن الخطيب عرض وقت الانتخابات. اكيد طبعا زي ما احنا بنلتزم وبنوعد الناس باي حاجه هنحطينها في البرنامج لازم هننفذها، سواء بقى في الجزء الخاص بمنشات النادي او في جزء خاص بالبطولات اللي احنا هننظمها ان شاء الله الفتره الجايه او بالجزء الاستثماري، اي حاجه احنا يعني وعدنا بيها الاعضاء وجماهير النادي الاهلي ملتزمين بيها، وده يمكن اللي خلانا الثلاث شهور دول نشتغل على افكارنا وعلى التصورات البسيطه اللي احنا حطيناها قبل كده عشان نعدلها ونطورها ونوصلها لحاجه بقى قابله للتنفيذ وحاجه قويه جدا تضاهي الانديه العالميه. واعتقد الحمد لله يعني يكون اللي اتعرض النهارده عجب الاعضاء وجماهير النادي الاهلي اتمنى يعني. سؤال اخير قبل ما انتقل لزميلي كريم، ماجستير في الاداره الرياضيه من جامعه ريال مدريد، وازاي الفكر خلال الفتره القادمه يكون للنادي الاهلي جامعه مثل الانديه الرياضيه في اوروبا؟ برضو يا محمد انت يعني الحمد لله يعني يمكن انت بس معاك سريعا في عناوين مهمه جدا للجمهور الاهلي، البرنامج بتاعنا الحمد لله بشكل قوي فعلا، برضو ده كان جزء من البرنامج الانتخابي عندنا ومكتوب في البرنامج ان احنا يبقى فيه، احنا دايما بنهتم بالجزء التعليمي والجزء يعني عايزين ده نهتم بيه الفتره الجايه نضيفه، يعني احنا دايما الرياضه بنختزلها بس في مباريات او بطولات او حتى الانديه يعني كمثلا منشآت او مباني اجتماعيه، لا في قيمه مهمه جدا ودي وصلت العالم كله، التعليم، ان احنا يبقى فيه ثقافه رياضيه سواء على مستوى الاخلاق الرياضيه والتوعيه او حتى على مستوى تبقى تاهيل الكوادر سواء بقى في الاداره في التسويق في الاعلام الرياضي، كل ده احنا عايزين نوصل لاعلى مستوى على العالم، ان احنا يبقى فيه بيننا وبينهم نوع من انواع التعاون ونوع من انواع تبادل الثقافات ما بيننا وما بين جامعه زي دي. الحمد لله يمكن برضو كنت طلعت زياره قريبه لجامعه ريال مدريد من فتره قريبه واستعرضت مع الكابتن ومع المجلس طبعا نتائج الزياره، وان شاء الله قريب هيكون في باذن الله حاجه كويسه ما بيننا وما بينهم، لان احنا ده اللي يهمنا اللي هو تاهيل الكوادر وشباب النادي الاهلي الفتره القادمه بما يعاير كل او يتلائم او يتواكب مع كل المعايير العالميه. انا بشكرك على هذا اللقاء السريع لان التفاصيل مهمه جدا، ودايما موفقين في المراحل القادمه. شكرا محمد، شكرا. ده كان لقاء مهم جدا مع دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس الاداره، ودايما الاهلي حتة تانية خالص، الأهلي رايح في منحنى مختلف تماما عن الجميع، حتى الكلمة اللي قالها النهارده كابتن محمود الخطيب والمؤتمر أو اللقاء مع الإعلام والجمعية العمومية ورواد النادي الأهلي، الأهلي في مكان تاني خالص وفي حتة تانية خالص، نتمنى التوفيق لهذا الكيان العظيم خلال الفترة القادمة. إليك الكلمة زميلي كريم أحمد. شكرا يا زميلي محمد سعيد، وتحياتي طبعا من جديد لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. المره دي يمكن معانا لقاء خاص شويه، معانا الكابتن طه الطوقي، واحد من اقدم او هو اقدم مدرب كره قدم في النادي الاهلي على قيد الحياه، وبنقول له ربنا يديك الصحه كابتن طه، برحب بيك وسعداء ان احنا شفناك النهارده زي ما شفنا كل القامات الكبيره اللي ما بنشوفهاش بشكل كبير جدا داخل النادي الاهلي، بيمثل لك ايه التكريم النهارده حضورك، يعني كلمات الكابتن محمود الخطيب، وانا عارف ان انت يمكن ليك تاريخ كبير جدا يا كابتن طه. طبعا الحمد لله والشكر لله، هو الحقيقة تكريم يعني جه في توقيته فعلا، ومهما شكرت ومهما قلت مش لن أوفي حق مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة أو برئاسة الكابتن محمود الخطيب على هذا التكريم اللي جه في التوقيت اللي فعلا كان واحد منتظره، لأن تكريم الإنسان وهو على قيد الحياة بيبقى ليه وضع خاص طبعا للجميع طبعا، وخاصة الأبناء والأحفاد والعائلة زائد الزملاء،
فأنا بعتبر هذا التكريم مش لطه الطوخي بس، ده أنا بعتبره لكل المدربين اللي إن شاء الله هيوصلوا لهذه السن ويتم تكريمهم بإذن الله تعالى من النادي الأهلي. فطبعا كان لحظات جميلة جدا جدا، وطبعا كلام الكابتن محمود الخطيب وهو بيسلم علي وعلى كل الزملاء يعني كلام طبعا مؤثر جدا ويدل على فعلا قيمة وقامة النادي الأهلي، ومهما قلت لن أوفي حقه الحقيقة يعني. فأنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا فكروني بقى بأيام يعني العشرين لما كان عندي 22 سنة، والأستاذ محمد عبد الصالح الوحش ربنا يرحمه رب كان مدرب الفريق الأول واختارني مدرب، يعني كانت مفاجأة كبيرة ليا طبعا لفريق الناشئين. وبعد حوالي أسبوعين وكنت لسه طالب في كلية التربية الرياضية ما كنتش اتخرجت، خلاني مساعد معالي، ان كان في الوقت ده ما فيش مدير فني ومدرب عام يعني هو كان مدرب ومساعد مدرب. فانا كان ليا الشرف الكبير ان الاستاذ محمد عبد الصالح يعني اداني فرصه ان انا ادرب جيل الستينيات، يعني طبعا الكابتن صالح سليم، الكابتن رفعت الفناجيلي ربنا يرحمهم، الكباتن اللي على قيد الحياه كابتن عادل هيكل، الكابتن طه اسماعيل، الكابتن الشربيني الله يرحمه، كابتن جوهري، طبعا كل هذه الاسماء كان ليا الشرف ان انا دربتهم. في هذه الاثناء كل المدربين اللي دربوا منتخب مصر كنت عملت معاهم كمساعد مدرب برضه حتى دوري طوكيو سنه 64. فطبعا ده تاريخ السبب فيه ربنا سبحانه وتعالى ثم الاستاذ محمد عبد الصالح الوحش والنادي الاهلي. طبعا عايز اروح معاك لنقطه مهمه، يمكن منذ تولي مجلس اداره النادي الاهلي 3 شهور واقل بنشوف تطوير، بنشوف حاجات كثيره جدا النادي الاهلي ومجلسه بيطمح ان هي كل اعضاء الجمعيه العموميه، كيف ترى هذا الامر في الوقت القصير ده كواحد من نجوم النادي الاهلي كابتن طارق؟ لا الحقيقه اشياء عظيمه جدا وشفناها على الواقع وباذن الله تنفذ، وان شاء الله لو انا ما شفتهاش وانا عايش اولادي واحفادي وكل الاهلاويه اللي بيحبوا الاهلي سواء داخل مصر او خارج مصر، حتى انا ليا ابني الثاني غير شريف في امريكا، يعني هما الاثنين النادي الاهلي ده بالنسبه لهم. يعني عمرو حكى لي قصه اول امبارح في مباراه النادي الاهلي اللي قبل الاخيره، كان الشوط الاول للنادي الاهلي متعادل، فبيقول لي شريف اخوه وهو بيكلمه بيقول له انا مش عارف اكشف على المرضى عشان النادي الاهلي متعادل، وبعد بيقول اول ما جه الجول الثاني وشريف بيقول له الاهلي جاب الجول الثاني، الممرضه واقفه قدامه امريكانيه قال لها انت وشك حلو، ما فهمتش طبعا شرح لها. فطبعا الحمد لله العيله كلها بتحب النادي الاهلي وملايين الملايين في كل الدول العربيه والعالم كل يعني حب النادي الاهلي. فهذا التطوير اللي ظهر وهيظهر ان شاء الله سواء الاستاد العالمي او مقر الشيخ زايد او المقر اللي احنا فيه في الجزيره اللي هو الاساسي او مدينه نصر، باذن الله ربنا يوفقهم يا رب، ودايما دايما الاهلي باذن الله في الامام ان شاء الله. رسالتك لمجلس اداره النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، بنتمنى مزيد من الانجازات والتطوير، وبنتمنى يكون النادي الاهلي في ابهى زوره في ابهى صوره. كابتن طه ممكن يقول ايه لمجلس اداره النادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ اقول لهم ربنا يوفقكم باذن الله، وانتم كمجموعه ما شاء الله ما شاء الله، يعني باينه من اولها كده الثلاث شهور دول واضح جدا التماسك والترابط بينكم ان شاء الله، وافكاركم الجميله لمصلحه النادي الاهلي، وكل ده بامر الله وبتوفيق ربنا هيبان لمصلحة النادي الأهلي العريق الكبير نادي القرن الأفريقي. وإن شاء الله كده دايما الأهلي يفرحنا جميعا بإنجازاته وبطولاته بإذن الله. شكرا جدا كابتن طه، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير من جديد للكابتن طه الطوخي أحد القامات الكبيرة وأحد نجومنا. طبعا حضور كان رائع ولقاء كان مميز، ويعني مش عارفين نقول كلام يمكن بيعجز اللسان عن الكلام على الفرحة المميزة بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية، وزي ما شفنا طبعا كانت في صور رائعة جدا وحاجة رائعة وحاجة يمكن لمسة أعضاء الجمعية العمومية. موضوع الحاجة الطبية أو موضوع فيروس سي، إن الكابتن محمود الخطيب باسمه الكبير يحصل على 500 فرد للاعضاء بعلاج مجاني و500 فرد ليه طبعا مدينته مدينه المنصوره العلاج مجاني، تطوير رائع وحاجات رائعه خلال الفتره القادمه منتظرينها من مجلس اداره النادي الاهلي. وزي ما قال كمان الكابتن بيبو التطوير هيكون في الفروع الثلاث ان شاء الله، كمان هيبقى في فرع التجمع الخامس زي ما قال عليه ان شاء الله. بنتمنى النادي الاهلي في فروع الثلاثه تكون على اكمل وجه وعلى احسن حال، واكيد يمكن خلال الدقائق القادمه كمان هيكون معانا لقاءات خاصه، يمكن شايف الكابتن عدي القيعي ان شاء الله ينضم معايا في هذه اللحظات، هنحاول ان احنا نكلمه عن شاف المؤتمر ازاي، شاف كلمات الكابتن بيبو ازاي، الحرص الحماس رغم التعب والاجهاد الكبير. يمكن عايز ارجع كمان اقول ان كابتن بيبو امس كان
في دار الحرب الإلكترونية مع رواد النادي الأهلي في حفل مصغر طبعا احتفالا بعيد الأم، ومن بعدها لميمي عبد الحميد طبعا كابتننا الكبير. زيارة كانت ما استغرقتش وقت كبير جدا، لكن يعني زي ما شفنا كان في تعب كبير ومجهود كبير. بينضم لنا الكابتن عدلي بقيع طبعا أحد نجومنا، بنتعلم منك يا كابتن عدلي. كل يوم يعني مش طالع معاكم بكره. حابب بس اخد انطباعك بشكل عام كاحد قامتنا ورموزنا كابتن عدلي مع الكلمات الكبيره من الكابتن محمود الخطيب والسعاده من اعضاء الجمعيه العموميه. وقت قليل قوي وثلاث شهور ان احنا نشوف فيه الكلام ده، لا ده فيه شغل من اول دقيقه يا كابتن عدلي. وان كنت مطمئنا، لكن اطمنت اكتر. مجلس الاداره على وعده معنا ومع اعضاء الجمعيه العموميه يعمل بجهد شديد جدا. الكابتن الخطيب يتحامل على نفسه، ادي احنا شفنا ربنا يبعثه ويرجعه بالسلامة. اللي شفناه ان احلام تتحقق على ارض الواقع. كمان الرسائل اللي اتبعتت من خلال المؤتمر رسائل مهمة جدا. الكابتن خطيب فاتح حضنه بيقول يا ريت كلنا نبقى في مركب واحدة، ما نخشش بقى مين مع مين ومين ضد مين وننسى الانتخابات والكلام ده. هنبني على المبادرة دي ونشوف نتائجها بإذن الله. ايضا الشكر الموفور اللي قدمه للمحبين، اولا تخرج من هنا النادي الاهلي قادر جدا وبينمي وبيعمل، ولكن ايضا بيثمن دور المحبين والناس اللي بتحب النادي الاهلي، وبيؤكد على ان الناس دي اللي عايزين يسمموا العلاقه ويقول لك مخترقينهم ومش عارف ايه وبيأثروا على قرارهم، لا الناس دي بتنسق من النادي الاهلي في كل قرار، ولا يحدث شيء الا بالاتفاق مع مجلس اداره النادي الاهلي، وخاص بالشكر صاحب المبادرات والمساهمات الاكبر معالي تركي آل شيخ، وننتظر المزيد فيما هو قادم. اما التكريم فيا سيدي دي سنه سيبنى عليها باذن الله ولكل دوره. عايز اسالك على سؤال مهم، وهو موضوع المفاجاه الطبيه وموضوع فيروس سي ده، حاجه يمكن الناس ما كانتش محضره لها، حاجه رائعه وفي شغل كبير بيحصل يا كابتن عدلي الفتره اللي فاتت. ده دليل ان كل اللجان شغاله، والكابتن الخطيب بيقود العمليه بنجاح جامد جدا. حتى المبادره الشخصيه كسفير لحمله فيروس سي يعني يتبرع بنصفها لبلده ونصفها لناديه اللي بلده الثاني. هذا شيء رائع. وثم ان كل الحالات يتحملها بعد كده مجلس الاداره من جيبه الخاص. يا جماعه عندكم مجلس اداره بطعم وريحه النادي الاهلي ويليق بالنادي الاهلي. شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير من جديد لكابتننا الكبير الكابتن عدلي القيعي. زي ما بنقول الفرحه والسعاده هنا على الجميع، سواء على الحضور اعضاء الجمعيه العموميه. الافتتاح كان رائع جدا طبعا بالنسبه لي هذه اليوم، يوم مش هنقول عليه مؤتمر زي ما قال الكابتن محمود الخطيب، قال لقاء مع اعضاء الجمعيه العموميه، ويوم وفاء لكل واحد ساهم واسعد لبطولات النادي الاهلي. بنتمنى كل التوفيق من جديد كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. منتظرين الكثير والكثير كاحد اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي، لان مجلس اداره النادي الاهلي يرفع شان اسم النادي الاهلي اعلى واعلى كما هو المعتاد. بنتمنى التوفيق من جديد. يمكن زي ما بنقول كانت لقاءات خاصه وسعاده خاصه لكل الحضور، والتكريم الرائع طبعا من كل المتواجدين. بنتمنى من جديد ان شاء الله خلال الفتره القادمه تكون بطولات انجازات تطوير مع مجلس اداره النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ميدو وكل نجوم الاستوديو التحليلي. شكرا لمحمد سعيد وشكرا لكريم. يعني عايز اقول لكم يا جماعه انطباعي انا شخصيا، انا شفت شخصيه النادي الاهلي عبر تاريخه كله تجسدت في شخص محمود الخطيب. شخصيه النادي الاهلي تاني عبر تاريخه تجسدت النهارده في شخص الكابتن محمود الخطيب في هذا الاحتفال والاحتفاء بنجوم النادي الاهلي. شخصيه النادي الاهلي اللي فيها كبرياء، فيها تواضع، وفيها ثقه، وفيها انكار للذات، وفيها روعه في الاداء. النهارده الكابتن الخطيب روعه في الاداء، وفيها انبهار بالمنظر العام والصوره العامه اللي شفناها وشفتوها حضراتكم كلها. كابتن محمود الخطيب النهارده جالسا ادى درس للجميع، درس في كيف تكون كبيرا، كيف تكون كبيرا بمصداقيتك، بالثقه في نفسك، بشخصيتك، بامانتك، بوعودك اللي بتحققها. ادى درس للكل بالامانه، ادى درس للكل ازاي تكون كبير باحترام كل رموز واعضاء النادي الاهلي اللي قدموا النادي الاهلي
كل حاجة ممكن يقدموها. حاجة النهاردة ولا أروع من كده، صورة كنا كلنا فخورين بيها كابتن محمود الخطيب، زي ما قلت لكم وبكرر وبعيد، فعلا النهاردة جسد شخصية النادي الأهلي فيه النهاردة. حاجة ولا أروع من كده، حاجة جميلة جدا، إنجازات هتشوفوها في الواقع يعني في أشهر قليلة إن شاء الله. ربنا معاه ومع المجلس الموقر كابتن محمود الخطيب النهاردة بمجلسه الموقر السيد الوزير العمري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، والمهندس خالد الدرندلي أمين الصندوق، والأستاذ محمد ضماطي عضو المجلس، والأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو المجلس، والكابتن رانيا علواني عضو المجلس، والكابتن جوهر نبيل، والدكتور مهند مجدي عضو المجلس، والمهندس محمد سراج، والأستاذ محمد الجرحي، وطبعا المهندس خالد مرتجي. يعني كل التمنيات ان هو يرجع بالسلامه ان شاء الله، كان عنده ارتباط مع طبيبه الاستاذ طارق قنديل لارتباطه ببعث النادي الاهلي، فمننا ان شاء الله يرجعوا بالسلامه. عايز اقول لكم كمان كابتن الخطيب النهارده بالشخصيات اللي شفتوها قدام حضراتكم وكرمها، كان في شخصيات راح لها زي الكابتن الكبير كابتن عادل هيكل، اللي هنشوف دلوقتي حالا تقرير عن زياره الكابتن الكبير محمود الخطيب للكابتن الكبير عادل هيكل. كابتن خطيب، وحشكر اخويا يعني ده اخ غالي ولعيب غالي، وبالرغم ان نجوميته دي كلها ومستواه كان عالي جدا لدرجه ان انه ولن يترك النادي الاهلي، ولا يفكر ان يقول اي حاجه، ما عندوش استعداد غير ان انا العب للنادي الاهلي. جاء قبل كده منكب هو مره عشان يطمئن الاول عليا يشوف ايه الحكايه، فالحمد لله بسيطه يعني، مش فاجأت النهارده عشان هو بيعمل يوم الحد التكريمي للكبار كبار الرياضيين القدامى. دي حاجه جديده، مش جديده، دي عبارة عن بيرجع النادي الأهلي بتاع زمان اللي هو أهلي أهلي فعلا. وأنا مش عارف أشكره إزاي، لأنه ده من أبناء النادي الأهلي، وأنا سعيد إن واحد من أبناء النادي الأهلي على مستوى عالي من الكفاءة واللي هو يبقى رئيس النادي الأهلي. واشكره ان هو جالي كم مره، دي يعني كبيره قوي بالنسبه لي. وانا يمكن صالح سليم جالي مره واحده، انا ما كنتش عارف غير مره واحده ايامي، يعني ما فوتش. لا انا بالنسبه له كان، او بالنسبه للخطيب زي صالح سليم بالظبط. فهنقف جنبه وان شاء الله نتمنى من جمهور النادي الاهلي انه يحافظ عليه ويديله فرصه انه يقدر يعمل حاجات، او في عمل حاجه حلوه رجعتني لايام زمان. وبالعمله اللي عملها دي كانت هايله، وكانت تثبت للعيبه ان اللي يحب النادي الاهلي ما يحاولش ان هو يتلاعب معاه. احنا كلنا ما كنا، انا كان بياخدوا اللعيبه 50 جنيه كانوا هيدوني 5000 جنيه،
النادي الزمالك وبقيت اعيط وانا لغايه لما رجعت النادي الاهلي تاني ويعني ما كنتش رحت ولا حاجه، كنت استقالات وبتاع ورجعت النادي الاهلي تاني. حسيت ان انا يعني لو خرجت عن النادي الاهلي كاني خرجت عن بيتي. خلى الموضوع يحسوا ان ده ابن النادي اللي ما سابنيش، تابعني وجه تاني مره عشان يديني الاشاره التكريم ودرع النادي الاهلي وكل الحاجات دي كلها. الحمد لله كان في ظروف معينه دخلت المستشفى، المستشفى هنا يعني على مستوى عالي من الكفاءة، وإن علاجهم كان مفيد ورجعني تاني لشبابي. يعني مش صالح سين بس، الجيل كله يعني من مختار التتش مكان كده، كان حازم زي الخطيب دلوقتي. خلاص ما فيش وقت للدلع، هو في وقت انك انت النادي الاهلي ده لازم تعتبر انك في بيتك، وانك تحافظ على بيتك زي تحافظ على النادي الاهلي زي ما تحافظ على بيتك. شوف حسام البدري ماسك الفرقه بطمئن لانه ابن النادي الاهلي، اللي بيحس بالنادي الاهلي هو اللي عاش فيه ولعب فيه وعمل فيه، ما مش 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 ما ما, ما يشتروه عشان بره النادي الاهلي، لا هو ابن النادي الاهلي وعلى خلق ومستوى الرياضي على مستوى عالي، ولذلك النتيجه بتاعت النادي الاهلي انا كنتش متصور لا هيلم نفسه في الفتره بصيفه، انما الحمد لله الحمد لله النادي الاهلي كل وقت مشرفنا، وخاصه لما جه رئيسه محمود الخطيب اللي هو اللعيب الكبير العظيم اللي ما يتنسيش في الكوره. بشكر جدا قناة النادي الاهلي والكابتن الخطيب على زيارته للكابتن عادل هيكل. احنا بقالنا حوالي دلوقتي 10 ايام هنا في المستشفى، وانا كل يوم انا سايب اسكندرية، انا اقامتي في الاسكندرية وبجيله في ميعاد الزيارة اللي هي من 3 لـ 2 لـ 3 عشان اكون معاه، ومعنويته ارتفعت جدا بعد زيارة الخطيب ليه، وانه حسسه ان لسه النادي الاهلي في الناس الرجالة بتوع زمان والاصول الاهلوية، وانا بشكره لان دي مش اول زياره ليه، دي تاني زياره. وبشكر وزير الشباب برضو انه تكفل بجميع المصاريف بتاعه الكابتن عادل بعد ما كان هو عيني بيدفع من جيبه كل المصاريف، لكن هو قال انا بعد كده مسؤول مسؤوليه كامله عن علاج الكابتن عادل. وكذلك الخطيب برضو ادى تعليمات ان الفواتير تروح له على النادي الاهلي، يعني ان شاء الله دي حاجه جميلة جدا أو روح حلوة جدا من النادي الأهلي ومن وزارة الشباب. ويعني إن شاء الله كابتن عادل هيبقى بصحة جيدة ونتحسن جدا عن الأول. دي ما تتصورش رفعت من معنويته إزاي، وسعيد جدا بهذا اللقاء وهذا التكريم، لأن عادل هيكل يستاهل. عادل هيكل ده تاريخ، محدش يقدر ينكر إيه اللي عمله للنادي الأهلي. فالنادي الاهلي بيكرمه دلوقتي ده، وهو والاخرين اللي في سنه زي عزة بروس وزي المجموعه كلها. نشكر جدا مجلس اداره النادي الاهلي وعلى راسهم الخطيب على تكريم الكابتن عادل وتكريم القدماء اللاعبين العظام اللي خدموا النادي الاهلي. عادل بس مش كابتني بس، وكمان اخويا الكبير. اما بالنسبه للكابتن الخطيب، هو اللي خلاني بعد ما كنت بلعب انسايد رجعت باك،
لان هو جه هو عبد العزيز عبد الشافي اخذوا المكان اللي انا كنت بلعب فيه، واضطريت عشان خاطر كان ناقصهم الديفنس فرجعت انا ورا العب باك من ساعه ما الخطيب ظهر، ولعبت معاه هو واكرامي ريم عبد الصمد وحسن حمدي وهاني ومجموعه كبيره جدا كلنا مع بعض. النادي الاهلي بتاع بطولات، هو ما بيلعبش الا عشان ياخد بطولات، وهذه حاجه متعودين عليها، وطبعا دي حاجه كبيره جدا وشرف كبير جدا ان النادي الاهلي يفضل على القمه في جميع، وان شاء الله هياخد الكاس وجميع البطولات الثانيه باذن الله. ألف سلامة عليك كابتن عادل، إن شاء الله تقوم بالسلامة وترجع شباب زي ما قلت كابتن عادل هيكل كل محور حديثه عن النادي الأهلي وعن أهمية النادي الأهلي كانت في حياته وعن رموز النادي الأهلي وعن دور الكابتن محمود الخطيب إن هو رجع النادي الأهلي. مش عايز أقول رجعه، يعني عايز أقول إن الكابتن محمود الخطيب عارف قيمة النادي الأهلي وعارف قيمة أبنائه، عشان كده بدي كل واحد من أبناء النادي الأهلي حقه. كابتن محمود الخطيب يا جماعة كل يوم بيثبت إن كل الأعداد اللي نزلت عشان تنتخب الكابتن محمود الخطيب وكل المواقف اللي اتعملت من اي حد عشان الكابتن محمود الخطيب كان ليهم مليون حق في هذا الامر، كل يوم بيثبت ان هو فعلا يستاهل ان هو يمسك رئيس النادي الاهلي. كنت دايما بقول ان النادي الاهلي بيضيف لاي حد، لكن من القلائل جدا ان اي حد يضيف النادي الاهلي. التاريخ هيكتب ان النادي الاهلي تولى مسؤوليته الكابتن محمود الخطيب، زي ما يكتب في تاريخ الكابتن محمود الخطيب ان هو تولى مسؤوليه النادي الاهلي، ودي حاجه اكيد بتشعر بالفخر لما تنتمي للنادي الأهلي وكمان لما تكون رئيس هذا الكيان الكبير. لكن أيضا هيكتب التاريخ أن النادي الأهلي مسكه شخصية زي شخصية الكابتن محمود الخطيب، عارفة قيمته وعارفة قامته وعارفة كل حاجة وعارفة أولاده وبتقدر أولاده وبتحافظ على أولاده، والنهاردة خير دليل وخير مثال أن هو بيكرم أبناء النادي الأهلي. إن شاء الله هنشوف هذا التكريم مرارا وتكرارا بإذن الله. يعني عايز أقول لكم الأسماء اللي كرمها الكابتن الخطيب النهاردة قبل ما نروح لتقرير تاني. نجوم كرة القدم الكابتن عادل هيكل اللي حضرتكم شفتوا تقرير منذ قليل، وهنشوف كمان تقرير بعد قليل للكابتن ميمة عبد الحميد، كابتن طه إسماعيل والكابتن فاروق الزوي والكابتن مروان كنفاني والكابتن طه الطوخي والكابتن أحمد زايد والكابتن فاروق التركي والكابتن عزت أبو الروس. نجوم الألعاب الأخرى اللي كرمهم الكابتن الخطيب قدام حضراتكم الكابتن نبيل إسماعيل كرة السلة والكابتن فتحي الصاوي كرة السلة والكابتن محمود صالح الرشيدي ألعاب قوة والكابتن أحمد الخادم ألعاب قوة والكابتن سيد مصطفى طائرة رجال، عبد اللطيف إبراهيم طائرة أيضا، منير طه تنس طاولة، عبد العزيز الشافي السباحة وعلي كامل السباحة، وإبراهيم أمين سكواش، وحسنين علي حسنين من الألعاب الأخرى. دي أبرز أو كل الأسماء اللي كرمهم الكابتن الخطيب النهاردة واللي بنستعرضها قدام حضراتكم. إن شاء الله هيذاع هذا الاحتفال مرة أخرى على قناة نادي الأهلي عشان تشوفوه تاني للناس اللي ما شاهدتش هذا المنظر الرائع وهذا الرقي الحضاري للكابتن محمود الخطيب في إخراج هذا الاحتفال أو هذه الاحتفالية بالصورة الرائعة اللي شفناها قدام حضراتكم. صورة ولا أروع من كده بصراحة، حاجة يعني تستاهل، حاجة يستاهلها النادي الأهلي ويستاهلها الكابتن محمود الخطيب. ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، قلت لكم يعني وهو جالس مش قادر يقف أو مش قادر يكمل، إن شاء الله يرجع بالسلامة يرجع لنا أسد بإذن الله. لكن الكابتن محمود الخطيب منتهى التركيز، مركز مع كل الناس، مركز مع كل الأعضاء، عارف التواريخ وعارف وعوده، وحاجة بصراحة حاجة يعني زي ما قلت لحضراتكم يستاهل كل صوت خده. كمان كان في أصوات كتير أصلا ما عرفتش تدخل تدي للكابتن الخطيب أصواتها، يستاهل كل حاجة. طيب نطلع نشوف تقرير للكابتن محمود الخطيب مع الكابتن ميمة عبد الحميد اللي ما قدرش يروح هذه الاحتفالية، نروح نشوف كابتن الخطيب مع كابتن ميمة عبد الحميد.
16 سنة كده. هو أول واحد لعبني في الفريق الأول. أول واحد كان بيلعبني في الفريق الأول. كان لاعب نادي المصري. كان فيه كابتن محمد شاهين. وكابتن مين بقى لعبني مكان هاف ديفندر يعني في نص الملعب بس ساكت. طبعا مش مكاني خالص. بس قال لي تنزل تلعب وتمسك محمد شاهين. قلت له حاضر. فنزلت بقى لعبت. وبقى فرحان بقى مبسوط ان انا بقى لسه صغير واداني فرصه ان العب فريق اول. وبعدين لعبت بقى نص ساعه فانا كنت لسه صغير وكابتن محمد شاهين كان كبير فكل شويه الكوره باخدها يعني بقطعها وبجري بيها ففي واحده خدتها كده وشطها فجت في العرض. وانا بقى زعلان رحت حاطط ايدي على وشي كده ان انا زعلان بقى ازاي تيجي في العرض. فبنزل ايديا كده لقيت الكابتن محمد شاهين بيشوط الكوره في العرض. راح قايم بقى زعق لي قال لي قلت لك ما تسيبوش. ربنا يديك الصحة. يعلمك يبارك لك ربنا يديك الصحة. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بيك. ده انت شرفتنا يا كابتن الله يفارقك. وانت مش معايا عن قرب انا معاك عن قرب قوي. ربنا يوفقك انت واللي معاك على كل حاجة زي ما بتحط فيها خاصة خير. متك. الأهلي فوق الجميع. أي والله بص حضرتك وراي كمان. هنا اسم حضرتك وورا الأهلي طبعا فوق الجميع فوق كل ولاده يعني. معايا هنا؟ زي ربنا يبارك فيك. بارك فيك أنت وكل المجموعة اللي بتاكلكم بتعملوا في خير النادي. واحنا حاسين عن بعد اهو. دعواتك بس دعواتك والله دعواتك ان شاء الله. شوف والله العظيم محمود افتكرت اول ما جالي محمود مع المجموعه الجروب بتاعته كان كلهم زي ما 16 خالص صغيرين تلامذه. انا كنت لسه بادئ في التدريب جديد وكان عندي كتب جايبها من المانيا واحاول اترجمها في مكاتب الترجمه فكل حاجه غريبه كل ما اشوف مهاره بنعملها اجد الخطيب نمره واحد فيها. هو بيقول ان هو مدافع فشل. لا كنا بنلعب على الزون ديفنس. وبعدين بقى كان في المحطه السنيه دي كنت بلعبه بتوقيتات معينه على حيث ان هو يقدر يأدي جسمه كان طويل ولكن لسه بقى القوه والكلام ده بندود حصل فيه. الدزوي واحد بس عملها ان يرفع رجله فوق دماغه ويسحب الكوره ويحطها دي هو خدها وهو سبق الكوره وخدها بكعب رجله. ماتش تونس مصر وتونس مصر وتونس ده النموذج اللي كان بيقول لك ان هو بيعمله بسلاسه مش بالعنوه. ربنا يديله الصحه ويبارك عليه. أثرها كان كبير جدا على بابا زي ما انت حضرتك شايف كده كان اللقاء شكله ازاي لان بابا طبعا ضرب الكابتن بابا كان بيدرب فيرست تيم نادي الاهلي وكان ماسك قبل ما يمسك فيرست تيم نادي الاهلي محمود وهو في الناشئين فالعلاقه كانت قديمه جدا هو اللي صعده للفيرست تيم نادي الاهلي والكابتن محمود يمكن اشار لدوه في مقابلته مع بابا كده انه بيفكره باللي حصل فكان اللقاء طبعا جميل جدا يعني. انا عايز اقول لحضرتك ان اولادي كلهم وابنائي وابن اخواتي كده كلنا بالنسبه لنا كابتن محمود الخطيب هو مثل اعلى. طبعا احنا كل الابناء في مدرسه الكوره في النادي الاهلي هم 11 حفيد للكابتن ميمي ولاده وبنت واحده هي فهو بابا بيقول دائما انا كملت الفريق ودائما لما يجي يدي مثل للاولاد يديهم مثل بالكابتن محمود. أصر جدا في الانتخابات بتاعت النادي، أنا كان عندي ظروف صحية كنت عامل عملية أصر
ان انا وانا خارج من العمليه كانت ثلاث عمليات ورا بعض ان انا لازم اروح احضر الانتخابات بتاع النادي الاهلي عشان بدل هو مش قادر يتحرك ان انا امثل انا واخويا نمثل نيابه عنه نمثل الاسره وندي صوتنا للنادي الاهلي ممثلا في محمود الخطيب. انا كنت تعبان شويه وبرغم من كده أنا شايف الخطيب كان في المستشفى مرت علي وكنت أنا عارف إن أنا لو روحت هاخد كل الإخوات اللي تبعي دول لازم كلهم بيحبوا فكنت أتحايل على كده إن أنا أروح لوحدي ينزلني بالعربية في السكر بعيد وامشي احاول اغطي على تعبي انا بحبي للكابتن الموهوب بيبو. من ضمن الحاجات اللي مش افتخار ولا انا كمدرب مثلا ليه ما لقيتش حاجه اعلمها له مهاره دفاعيه قبل ما يكون مهاره هجوميه ويمكن في الشرايط اللي ربنا أراد إن أنا نحتفظ بيها ما تهدرش باين إنه لاعب متوازن حولها لك 33 وثلث 33 وثلث 33 وثلث كل جزء الدفاع صنع اللعب إنهاء الهجمات. هذا الخصيب في كلمتين صغيرين. كابتن بيبو نورنا وشرفنا ويعني دي أخلاق النادي الأهلي دي تربية النادي الأهلي دول أولاد النادي الأهلي. رد الجميل دي حاجة كبيرة. زيارة دي ليها وقع مميز جدا 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 على بابا طبعا بجد ساعدنا بيها كلنا وهو أسعدنا جدا بوجوده بجد 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 ممتن جدا 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 للزيارة أثرت فينا كلنا أولاده أكتر كمان منه. أنا كنت فرحان أول اللي أنا شفت كابتن بيبو أنا بحبه جدا أصلا أنا نفسي أصلا أتصور معاه من زمان. كانت حركة حلوة قوي وأول مرة أتصور معاه كنت فرحان قوي. كنت فرحان لا تصورت مع كابتن بيبو وفرحان جدا لا تصورت معه وتصورت مع جده وكل حاجة. فرحان عشان كابتن بيبو بيحضره وفرحان جدا اللي هو تصور أصلا. بحضراتكم من جديد. شفتوا التقرير الرائع اللي كان معروض قدام حضراتكم منذ قليل الكابتن خطيب مع الكابتن ميمي عبد الحميد. يعني حاجه بصراحه يعني حاجه جميله جدا جدا. الكابتن محمود الخطيب اسمه محمود الخطيب مش محتاج يعمل اي شو اعلامي مش محتاج يعمل اي حاجه. الحاجات دي كان بيعملها وانا كنت اعرف شخصيا ان هو بيعمل الحاجات دي قبل ما يتولى رئاسه النادي الاهلي لكن بيعملها دلوقتي. لو لما تسمعوا ردود الافعال من شفتوا الدموع في عينين الكابتن ميمي شفتوا ولاده بيتكلموا ازاي عن رد فعل زياره الكابتن محمود الخطيب ليهم حاجه بصراحه. يعني ربنا يكرمك بجد يا كابتن محمود جبر الخواطر ده احسن من اي حاجه. عاملين النهارده استوديو وعشان نقعد مع الناس على مدار خمس ساعات كابتن محمود الخطيب في عز ما هو مش قادر يقف واقف النهارده وبيريح شويه عشان يكرم الناس. وقبل من كل ده جبر الخواطر اللي جبر خواطر كل النجوم دي كلها اللي ما كانش حد مش عايز اقول ما كانش حد بيقول لهم انتوا فين لكن لما يكون في تكريم رسمي كده من النادي الاهلي الموضوع بيختلف تماما. وشفتوا ردود الافعال اللي شفناها على النجوم المكرمين في النادي او النجوم اللي راح لهم الكابتن محمود الخطيب في المستشفى زي ما راح للكابتن عادل هيكل وزي ما راح للكابتن ميمي عبد الحميد في قلب بيته. أقول لكم أفكركم بالأسماء تاني مرة تانية. نجوم كرة القدم اللي كرمهم النادي الأهلي النهاردة الكابتن عادل هيكل راح له النهاردة المستشفى والكابتن ميمي عبد الحميد راح له النهاردة راح له البيت آسف والكابتن طه إسماعيل والكابتن فاروق الدزوي والكابتن مروان كنفاني وطه كابتن طه الطوخي والكابتن أحمد زايد والكابتن فاروق التركي والكابتن عزت أبو الروس. نجوم الألعاب الأخرى الكباتن نبيل اسماعيل كره السله والكابتن فتحي الصاوي كره السله ايضا والكابتن محمود صالح الرشيدي العاب
كوة والكابتن أحمد الخادم ألعاب كوة والكابتن سيد مصطفى كرة طائرة والكابتن عبد اللطيف إبراهيم أيضا نجم الكبير كرة طائرة الكابتن منير طه تنس طاولة والكابتن عبد العزيز شافي في السباحة والكابتن علي كامل سباحة والكابتن إبراهيم أمين سكواش والكابتن حسنين علي حسنين. زي ما قلت لحضراتكم احتفالية تليق باسم النادي الأهلي واحتفالية تليق باسم محمود الخطيب رمز النادي الأهلي وأسطورة كرة القدم. أنا عايز أشكر كل القائمين على هذا الاحتفال اللي شرف كل الأهلوية ورفع رأس كل الأهلوية أكتر ما هي مرفوعة. بكرر وبعيد تاني كابتن محمود الخطيب النهاردة يا جماعة كان بيجسد تاريخ النادي الأهلي في شخصه. كل الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، كل الشكر لأعضاء النادي الأهلي، كل الشكر لنجوم النادي الأهلي، كل الشكر لجماهير النادي الأهلي اللي دايما وراه في أي مكان وفي كل زمان. إن شاء الله هتتذاع الحلقة بعد قليل. عايز أشكر أيضا فريق الإعداد وكل القائمين على هذه الحلقة، إن شاء الله تكون حلقة مميزة جدا، وكل الكرو في الحفلة في النادي الأهلي ومراسلينا محمد سعيد وكريم أحمد. وأنا عايز أشكركم شخصيا، يعني كنت سعيد جدا ودايما بكون سعيد معاكم على مدار 5 ساعات متتالية، لكن يعني لو قعدنا معاكم كم يوم حتى أنا ببقى سعيد جدا معاكم. كل الناس القائمين هنا في القناة بأسعادة جدا هم متواصلين مع جمهور النادي الأهلي. بكرر وبعيد وبزيد كابتن محمود الخطيب النهاردة يستاهل أن أنا أقول أو كل الناس حست النهاردة أنه بيجسد شخصية النادي الأهلي عبر التاريخ في شخص كابتن محمود الخطيب اللي شرف نادي الأهلي النهاردة وأرسل رسائل صعبة جدا ودقيقة جدا بين السطور عشان الناس تفهمها. دايما بتشرفوني وبتنوروني ومع ألف سلامة.